تتواصل تتواصل سهرية الليلة في برنامج كلام. الليلة عندي زوز ضيوف من خيرة الممثلين في الساحة الفنية وفي الساحة أيضا الدرامية والكوميدية. ثنائي عرفتهم في عدة نجاحات وأعمال تلفزيونية وأيضا سينمائية. الزوز تعدوا فترات صعيبة، الحياة ما هي إلا تجارب ننكسر فيها ونقوم فيها، وهذيك قيمة الحياة في أنه الإنسان يتجاوز كل الحواجز ويتجاوز كل الحدود إلى ما هو أفضل. شاءت الأقدار أنهم يرجعوا بقوة وبقوة كبيرة. الرجعة كانت بفيلم تونسي تصور في دبي بكفاءات تونسية، فيلم أولاد الحي في دبي. ضيوفنا اليوم من فريق العمل الحق بتاع ربي، أنا خذيت طبعا هما يعرفوا أنه يزم اللي يمثلوا الفيلم يزمهم يتعداوا في جل البرامج التلفزيونية باش تعمل بروموسيون. أنا اخترت اليوم أنه يكون معايا الممثل القدير أحمد الأندلسي والممثل طارق بعلوش. ما تقوليش عجبك البيرو هذا يا راهم تاع كتبان صداق. لا في دبي يقعدوا هنا. علاه؟ احمد لا انا ما حبيت احمد يمشي هو لهنا وبعد انا نجي من هنا. مرحبا بك طارق معلوش. مقدر خاطر خويا الكبير. لا يقعد والله والله العظيم. وانا كل ما اشتاق اليها تو كل شوي نعملوها هذيا. شنو الفوضى هذه؟ اه شنو هي الفوضى؟ والله ليه علولو تعرفنا نحبوك، نحبو ديما نعملو جو، نحبو ديما نعملو الاجواء. انا واحمد عندنا ديو جديده، هاي التصويره الغنايه اسمها اكذب عليك يوم السبت. لا هذايا مش غنايتنا، هذايا جعفر. غنايتكم ارجع للاخرى. الزعيفر وين الزعيفر؟ يا ارجع للاخرى. اها والزعيفر. هي عليها اكذب عليك؟ لا كعبي كهوا لبس لونات هذاك. كذاب يكذب على مرته. ويني مرته؟ خذ الميكرو. خذ الميكرو واكذب عليه مع اهل الاولاد. لا الاولاد بلا يشجعوني، علاه الضحك؟ شجعوني. لا 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 الله 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 لا 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 احمد يحب واحده اخرى. واحده اخرى هاي معي يا احمد. هاي معي يا احمد بجارب. هاي الاخرى شو اسمها هي اللي ديما نغنيو فيها نحن غادي؟ هني هذيك تاع المصري. انا مزودي على روحي راه مزودي برا. كله كل يوم حبك يزيد عامل وسط القلب عيد. كل يوم حبك يزيد وتكسي اللي جاي من الحمام عليه خميس عامل قدام. تكسي اللي جاي من الحمام عليه خميس عامل قدام. يا علا يا علا يا علا يا علا واحد اثنين ثلاثة راهم شا تحية الريهام بن عليا. تحية الريهام بن عليا انت عاصم. ما تفضش ريا. شنو المشكلة؟ ما تفضش مع بعلوش ما تفضش. اسمع انت يا ريتها كل يوم حبك يزيد. انت فين والحب فين؟ ابدع ابدع ابدع. ظلموني. ما يقلقش الميكرو كي العباد يعرفوا اللي نحن نلبسوا ميكرو باش نحكوا به. هذا ما يقلقش كي ونرجعك البوني. رجع 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 رجع. يا ولدي رجع رجعوا بعضها. ايوا ديرنا في تنس نقد وحدي ولا تجي قد وحدك قد وحدي قد وحدي برا انا ولا ديما قد وحدي امشي. هاي سيدي مرحبا بكم طارق. حلوه السرية. ان شاء الله ما تطيح. لطف يا ولدي والله حلوه. سيبها لطيح. سيب سيب طفيت ركبت والله طفيت يا ودي. عليها هكا براس سمك يا اخوي ما خيبها طفيت. يشعل
يا لسعة ان شاء الله. هاي شاء الله. الحمد لله. لا الحمد لله. مرحبا بكم طارق معلوش منه يا علي. واحمد الاندلسي مرحبا بكم. فرحان برشا عندكم بحذايا راه. والله فرحان برشا. توا شرفت لينا احنا. عايشة. انت من مجال الدراما احمد. وسيد الاخر من مجال الكوميديا. اش قربكم لبعضكم؟ والله يتحايلوا علي. انا تعرفت في اكبر عمليه تحايل في تاريخ التمثيل في تونس. كيفاش؟ انا في البرودكسيون على روحي. والله بالحق يحكي بالراس. ونسمع فيهم يوشوشوا كل ليله خاطر هو صابر يسهر ويكتبوا. فهم يسبحوا ويكتبوا وقتها نحن غادي في دبي. تحايلوا زادوا بيرسوناج. اللي هو بيرسوناج المدير نتاع المطعم. وانا في باليش وتفاهموا مع المنتج. وانت قبلت احمد بيان سور اخي تاو سامحني باش نحط العصا في العجله. حطينا في مازق ما عندنا حد يحمد. انت تعرف غادي انتي... مش نهار غادي ساعه برشا فلوس معناها. بيان سور تحطيت فيه. انت شازك لدبي انت؟ شازني لدبي انا كنت ماشي الكباريه قال لي واحد شنو شازك لدبي ما شبيك؟ علاش دبي بالذات؟ دبي راك خلطت. انت تو كان نقول لك نزك لدبي تقول لي فما بس دبي تونس الكل في دبي تونس الكل في دبي الكل والله العظيم انا ماذا بيا والله 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 بالحق يا ودي ماذا بيا بالحق يحكيوا على حكايه الباهي راهو رانا شادين على حكايه الخايبه والكلها في دبي وفما تاكسي جامعي يهز لدبي درا شنو يا ودي فما حاجه نحبوا نسوقوا لبلادنا نحبوا نعملوا تصويره جديده لبلادنا ظهر لي من حقنا ان نمشيو نصوروا في فرنسا ونصوروا في المانيا. لا هي شنو التصويره القديمه تاع دبي الساعه؟ وكانوا فما تصويره قديمه وفما تصويره جديده. لا لا مش تصويره قديمه وجديده. نحكي على تونس. على تونس فوالا. نحن في تونس صورنا افلامنا مسلسلاتنا سيت كوماتنا كلهم في تونس. ولا لا؟ نحن البرة كي نخرجوا في مهرجانات ما يعرفنا حد عليه. هو يقول لك علاش تروج انت؟ معني قاعد تروج لدبي وتروج السياحه. انا قلت لك اكزاكتومون الور تروج. اما سامحني انتم معناها بون مش انت علي نحكي بصفه عامه. علاش تاخذها بالشونس هذاك؟ يجي نوريك دبي يجي نوريك الناس اللي حبت بلادها وين وصلت. برد صمك يا احمد عمرك شريت واحد في التلفزه قاعد نحكي معاه في انترفيو وحطت لي مخده في حجر. خاطر حاط لي البنك تاع درهم من 100 يا احمد كان تزيدوا درجين بلا انترفيو يرقد متسقين اش المخده والله العظيم هاني لهنا هاني لهنا خليني علي وخي خبي كرش ظروفك صحيح سمحت لك بالتصوير بطريقه عاديه سافا والله في دبي ولا هوني لا في دبي لا في دبي في تنبك المرضى نتاعي قاعد ما كانت سهله كمان ما كانتش سهلة ما إلي أفي بوكو دامور معناها بيناتنا مخليني فما مسؤولية زادة تحطيت فيها يلزمني نكون قد المسؤولية ما سافا سلكت سافا سلكت معناها خلطت في آخر التورناج تعبت شوية ما سينو ما سافا سي بون سا مارش طارق أنت عاد أنت غياب كبير على الكاميرا وي نتصورك توحشت الكاميرا في أول في أول ظهور ليك على الأقل ولا في أول وقوف ليك قدامها وي انا بون الحقيقه حتى هبطت ستاتيو في انستغرام طيب باش نحكي بجديه معناها اي انا اثرت مو باش نبطل بطل من شنو من الدومين علاش برشا كذب برشا نفاق هبطت ستاتيو اي قلت فيه برشا كذب بصراحه معناها وصلنا ناس كل نكره بعضنا ما نحبوش خير لبعضنا نعرفوه هذا نعرفوه معناها اي اما كثر الشيء معناها توا علينا نحكيك صراحه تمشي لاي بلاد مثلا فرنسا ايطاليا امريكا كندا فيقوا بينا ما نحبوش بعضنا فيقوا بينا وليت انت تمشي تقول تونسي يقول لك اي انت ماكم ما تحبوش بعضكم والله العظيم وصارت لي برشا مرات والاغرب والامر انه كي تقابل تونسي اول جمله يقولها لك رد بالك من التوانسه على اساس هو من سنغافور ما هذه والله ما خيبه ليه خايبه ياسر خايبه برشا مانيش قاعدين نحسوا بها فما كي البولدوناج بشوي بشوي قاعده تكبر 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 واقع بيان سور اي نحكي على واقع نحكي على حاجه من مخي تلقى اللبنانيين الكوميتا اللي عاملينها مع بعض مع بعضهم الكل سوريين كوميتا سوريين كل ما حبيت تسمي انا الجنسيات التوانسه بالرغم اللي معناها معناها لو نيفو نتاع التوانسه والبلايص اللي واصلين لهم التوانسه ومعناها حاجه كبيره برشا راه مديرين تاع اقوى وتله توانسه مديرين تاع اقوى براندات توانسه وعاودتوا برشا مرات الكلام هذا مش متكتلين مش عاملين لحمه مع بعضهم هما اللبنانيين معناها يحميوا على اللبناني ولد بلادهم ويضربوا عليه شكون مش حامي علينا؟ توانسه حامي علينا ربي سبحانه لا بالحق ولا حامي علينا ربي سبحانه باهي في دبي فما برشا ممثلين توانسه اتصلتوش بهم معروفين ويعيشوا غاديك في دبي شكون؟ قابلنا مع برشا بيان سور قابلنا مع برشا كيما ما نعرفش
جوليا الشواجي باريزامبل جوليا قبل عايشه القرني ما نعرفش قبلتها في رمضان قبلوا ينضموا لفريق العمل لا ما كانتش فما ادوار الحقيقه لا لا بالعكس نحن كي قابلناها في التسويق قابلناها قبل ما نصوروا جوليا وقابلنا برشا توانسه بالعكس الحقيقه احنا في الوقت هذاك كي مشينا باش نصوروا لقينا توانسه كل بوغين فوا معانا مع حبوا يعاونونا بالي واخيرا تلمدنا في حاجه اما نحن تلم معناها ما كان زدنا جمعه اخرى يطردونا حقكم عملتوا عمل مادام معاك معلوش مادام معاك معلوش راك سبونتانيه شوف في دبي نحكي الحقيقه بلاد غير بلادك قانون غير قانونك اكيد معناها نحكيو الصراحه ما تنجمهاش بالو لا لا بالحق بالحق فماش مثلا تونس خير من دبي في برشا حاجات بيسو كيما مثلا مثلا في تونس نجم تحط كهربتك فوق المادة. لا بالحق بالحق. راهو فما حاجات معناها راهو نحكي لك بالحق تو انا علاش غادي في تونس ينجم يكرهوك في روحك ويكرهوك في الدومين. اي كيما صار لي كيما. نعطيك فازن انا نمشي لواحد بروديكتور في تلفزه نقول له ما تجيبش على الشاب يخاطروا به وعليه 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 طردوني انا مش على الشاب. طيب جوتك. اصمم بالله انا بهت غاديك. بت فما حاجات سبحان الله هذوما راهو نحكي على مونتاليتي نقطة قوتنا الصبة غاديكا صبة. نقطة ضعف الصبة ببعضنا نتطرد صب تطرد صب تطرد ما نجموش نعيشوا ما نجموش لازم نرجعوا لبلادنا من تونس لهنا نعيشوا ببعضنا اي مرتاحين يمكن تصور انت في دبي وان يحط لهم مخده في حزب والله في دبي وان دخلت لهم بالبخور والله العظيم عندي برشا حاجات باش نعملهم ان شاء الله ربي يسهل فيها اما لا والحق نحب نقول على التوانسه اللي غاديكا اللي وقفوا معنا بالحق خلينا نشوفوا البوندانونس نتاع الفيلم يلا نشوفوا البوندانونس يلا توب رشيد This is not available because our guests now and it's my name is Al. For one small, what him? فين كلام؟ لموا شلقاتكم ما لقيتكم اليوم آخر نهار في الريستوران. ورحمة بابا كان ما جيتوش ولاد بلادي. لما من يضيع باب الطيارة. Ladies and gentlemen, welcome to our auction. في نص ساعة 45,000 درهم. أمري يا باش معروف معروف بالنووي تعمل المغرف فين تشوف النووي يا اخي هذا شنو يس اتس فيري جود سير انا الباترون انا اسمي زكريا عيطوا لي كريك تعيني بالبكيني تعيني الحمد غمرت والحمامات الكل وانت لتو واحد في فيدونج يا رب شحال عندنا اللي حطيتها بقلبي شنو تحس يعني الموضوع فيه خيانه يحبني يموت عليا ومن بعد ياخذ باتشوكه هذيك حاجه بعد تقول ترونتينات احموم ها يلا انقلع او عندك برشا كراب قد تخلص حميه في عينيك عندك خبره سابقه؟ لا ما عنديش خبره انا عندي خبره كبيره انا في المجال ما نعرفوش دور بالضبط خرج شبيه القرد مريض انا امه انا اسكت المناظر بتعودني الهم شو اسمك انت؟ مصدوم زعطوطة زمزم خانسر مصدوم في دبي ما لناش نقول نعيش في تونس انا عندي طلب صبي انا عايزه اغير العربية ايش يا شوشو ماشي شوف ايش عندك فيها؟ يا تليفون مدام بتلتم شكولك تنت نسم منان يا حمو ايش بك باش تخدم شنو ترخ نخدم 24 على 20 باور بانك انا يدامنا في هالمكان الحلو ما تبي تقولي شيء بكره مسافر على سريلانكا تم بحسابات المطعم بغيابي متلك حاجه تونسيه الكل سبيشاليتي لحم جمل غبي انت غبي غبي حمار عليك تعرف كم يسوى هاي الكاس بالاول ما بتعرف وين كلك ما بتعرف الحي جيناك لدبي من تونس البي اش تعرف من البنا حبوا نعبوا الحصان لا دراهم حصانة تحية كبيرة تحية كبيرة المجدي الحسيني منتج العمل وأيضا لان دي ميور شيف مونتور في تونس وتظلم برشا في تونس يعني خدمت معاه من حنبال خدمت معاه تقريبا
23 فما 20 21 سنه خدمت معاه مع بعضنا، اللي هو تحيه كبيره للمخرج نجيب الشلاتي. برافو نجيب. نجيب خرج زاده، خرج من الزز، ما خرج على خاطر تعب ومقهور ومظلوم وبريسك معناتها قلبوه زاده بالحق ما خلصوش بالحق خرج. انا اليوم أنا نفرح كي راه هكا في دبي. عليه انا اليوم انا ونجيب نهار كام كنت عندي ساعتين من اللي معناها من الصباح من 8 نتاع الصباح انا ونجيب دينا نحسبوا في الفلوس اللي مقلوب فيهم اللي تحكي فيهم فوق ال 150 مليون اكثر من 150. هاج الرجل مشى لدبي. أي أي لو كان نقول لك انا في قداش مقلوب مش نمشي لدبي. أي أي نمشي لهونولولو والله نتعدى المريخ وغادي. شيء 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 اسف بصراحه. لا نجيب مصلي يعني بيه معناها كبير في القيمه كبير في التجربه أكبر, لا اكبر من دبي وديجا فهمتني صلي يعني بي عليه. انا واحد من الناس اول مره نتعامل معاه جن جن من قبل نعرفوا بعضنا نحن اما فما حاجات حكيهم لي اي تقعد بيه شوريك لي نحن خايبين في رواحنا اي نعرف والله العظيم اللي حكيهم لك الكل نعرفه والله العظيم نعرف. بالرسمي معناها انا كنا من عبد ما نحبوش يقدم ولا كذا تعليه تحطه في العصاف العجله وتمشي تلعب له من غاديك وتدور الدوره من غادي تعليه تحرام يودي شنو باش يقول ربي نهار اخر. انت مجرب يعني وتعرف مجرب لا انا عادي مش مجرب انا كليت مقص تروادي عمري ما كليته في حياتي قسما بالله نحكي لك هكا مقص 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 تروادي تعرف مقص تروادي تعرفوا تاكل كفي مركز تعرفش على من يجي من برشا بلايص. لا لا اكبر مقص كليته يا ودي فما واحد مره قاعد انا وياه سي بون تفهمنا على الخدمه الامور واضحه كذا في الليل يجيني سيناريو نحفظ نهبط نصور شهر ونص تصوير كلمني في الليل قال لي طارق شوي فريمون تري ديزولي ماكش معانا وكذا قلت له علاش ان شاء الله خير قال لي راهو الرول هذاك نحيناه خاطر ما عندناش برشا وقت تاع التصوير بعد لقيت واحد اخر في الرول هذاك طبعا شنو المسلسل هذا؟ لا ما نقولكش عاد عليه والله والله تنجم تقول نعرف في وزنك سيت كوم هو تعرف علاش اسمك تقول لي كل واحد يحترم قدره مش حتى واحد لا مش حتى واحد تو ما عادش نسكت لا قبل كنت نسكت بالضبط هذا هو لا ايش نفسر لك حاجه علينا رجعت باش نخدم انا قلت كل ما نعرفش الجمعه اللي فاتت قلتها في انترفيو قلت انا اليوم بديت قالوا لي اخي انت عندك برشا تخدم قلت لهم لا اليوم بديت اليوم بديت انا اليوم فهمت اليوم تلكعت اليوم صاروا لي برشا حاجات خايبه اليوم تعلمت من اخطائي لا زاد انا ماني صادق الله العظيم انا بدي غلطت اما تو كي نحكيو في الجاي لازم الخطوة ابحثنا لازم بحسن. تعرف شنو تعمل هو أحمد. هو راهو ايش نقول لك حاجة أنا اخترعت حاجة عجبت الشيخ بها على الأخر شنو هي؟ كي يبدا فما ناس خايبة ولا إنسان خايب لا 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 بديتو المرم دوما نسميهوش باش ما نعطيهوش حق الرد واضح باش يقعد يرد على روحه حتى لين تهمزوا مرافقه ويتكلم واحد أنت رزين أما هذاك خفيف هي ما لا تبدل هذاك خفيف أما بدلوا بدلوا الحمد لله لا تبدل الراجل ميك عاد سمحني عاد قد ما كلا كفوف وقد ما كلام قصات مازال باش ما يفيقش هذيك حاجه العمل هذا باش يتحول وانا فرحان برشا انه العمل هذا باش يتحول الى عمل رمضاني على قناه تلفزه تي في سا سي تري امبورطون شو خرجنا من فيلم مشينا العملية تسويقيه اخرى اللي هي التلفزه والفيلم نقربوا للناس عن طريق التلفزه ونخرج من فيلم الى سيت كوم سا سي بو دفور والله ساعة برافو على الفازة اللي عملتها تو انت ساعة انت برافو على الفازة اللي عملتها تو شنو البرافو؟ انا قد في حياتي قد ما درت تلفز ما يحطوش لوجو تلفزة واحدة نعم بابا والله العظيم شوف سيدي والله برافو لا والله لا 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 شو 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 لا لا نحكي هكا شوف انا هكا علي نضرب بالبونية على تلفزة تي في انا نعرف على الشيب وعلى غيره وعلى غيره وعلى اما كي تويتي فيهم ضربة واحد يظلمني ولا يتعدى عليا راني نعطيه له التقرا اللي تكتب بالعكس اي هات عيشني عاد عمرت انا نعرف عليه دوبوي اكستون من ايميسيون صدقني ربي مزيكا مزيكا من الخطوه الاولى يا راجل اي لا انا وقتها من مزيكا وقتها عليه ما يحكم فيه حتى حد مهما كانت التلفزه لا هذا يا غلطه وين الكاميرا؟ عليه ما يحكم فيه حتى حد ما يحكم فيه حتى حد وين الكاميرا؟ ريهم حطوا له الكاميرا عليه ما يحكم فيه حتى حد هذيا تصوريها وتهبطيها ستوري ريها من بعد باهي تحكي مع مرتي علاش ما يحكم فيه حتى حد يا ودي تحكي مع مرتي لاباس نشوفوا غدوه في الانستغرام ما تبداش ريها مهبطه علاش جيب الخبز انا مستنى ليه جيب الخبز وجيب الكوش تتعدى اه صحيح هبط الزبله هبط الزبله ما
فهمتش فاش قاعدين ناكل وانا لابط في الزبله كل يوم. والله على ذكر الفاز هذايا مره قاعد بعدها صاحبي تليفونه مكسر وبارلور. ايه مرته تعمل له تجيب الخبز انت ولا نجيب انا؟ هو يقول لها حبي كما تحب، تحب نجيب انا تو نجيب انا. قالت له باهي تجيب انت. قال باهي يعني نكمل القهوه ونجيب انا. قالت له ولا خلينا نجيب انا اقعد مع اصحابك. قال باهي جيب انت. قالت له امان انا نخرج وانت تقعد مع اصحابك ونجيب انا. فكيت لها التليفون صاحبي وبرلوس. فكيت له التليفون. قلت له على السلامه مدام. قالت لي على السلامه شكون؟ قلت لها طارق. قالت لي تفضل. قلت لها نجيب انا. انت عارف نرجعوا تلفزة تي في دونك باش تحاول لا سيت كوم بديتو ساي؟ لا ساي كملنا ساي كملت صورنا وبدلت السيناريو وركحت الدنيا كل طبعاً. وقت صار هذا الكل بالسرقه علينا. انا قلت لك نحن انا قلتوا كيف في الاخر بيان سور. شوف ايش نقول لك، هذه راه فكره انه سيري وتخرج منها فيلم هي فكرتي دو بويكستون. فكرتك احمد فكرتي فعلا. نعرف اش قاعد نحكي. اي نعم متحمس وليتي في كلامي حتى كان فما ناس سبقوني راهي فكرتي. فكرتك انت باه. لا شكون باش يسبقك في فكرتك انت؟ فكره احمد الاندلسي سي فكره احمد الاندلسي. ما ينجم يسبقك فيها حتى. لا ينجم فما اصدقائي سبقوا وعطيتهم في فير خاطر انا حكيت. اي اما انت بديت باه. احنا يا علاء نبنيو على مشروع كبير راهو السيت كوم والفيلم وخاتم عليسا وسفاح نابل وولاد الحي في دبي راهو صدقني قطره في بحر. انا مشروع نخدمه. ايش عندك في مخك احمد؟ برشا حاجات. تحكي بجدك احمد؟ انا نحب نرجع الساعه لجمهور القاعات وبديت نراجع فيه. انت تصور عليه عامين ذوما ناحي سفاح نابل وناحي خاتم عليسا وناحي ولاد الحي في دبي وناحي سيري. شو هذوما الاربعه شنو قداش خلقوا من ايفينمون؟ خلقوا على زرات بليز. شو قداش عملوا من حس؟ دقيقة برك. فما اليوم في تونس منتج يجبد فيلم من الصالة يدخل فيلم واحد آخر ما فماش. أنا جبدنا خاتم عليسة دخلنا بولاد الحي في دبي، نخرجوا بولاد الحي في دبي ندخل بزرعة تبليز. إيش عندك في مخك يا طارق؟ في مخك إيش فما؟ بالحقيقة نحب نخدم، نحب العباد الكل تخدم، نحب أي تونسي تظلم في البلاد هذيا في برودكسيون في أي مجال يخدم فيه في الفن يخدم. راهو كي نصنعوا أندستري كيما مصر يولي عندك فيلم العيد يولي يدور الدولاب تولي افلام ومسلسلات تولي الناس الكلها تخدم. كي تولي الناس الكل تخدم ما عادش حد يتلهي بحد. بربي وزاره الثقافه دعمتكمش ان شاء الله. وين وزاره الثقافه؟ لا نحن نخدموا حاجه جاتا. لكن للامانه معناها علي للامانه كلمونا. لا 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 بالحق للامانه كلمونا بعد في لا يا ولدي تكلم فيا علاش دعامني خلينا نجاوبك عليه خلينا نكلم بلاش دبلوماسيه وبلاش جوندوات ولا ليه ولا 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 باش نحكي لك شنو صار. وزارة الثقافة اتصلوا بنا ونحن وقتها في دبي على أساس باش يكرموا الصغيرات تاع فيلم خاتم عليسة ويكرمونا على الفيلم هذا اللي هو الأول من نوعه في العالم العربي. أنا في بلاستيك أنا في بلاستيكهم نزل تليفون ونقول لأولاد دي جون في دبي داخلين يمحرثوا خارجين بغصتهم من بلادنا باش تستحقوا دعم نعطيكم. ليس هو باش تكرمني تكرمني شنو ندب بيه أنا التكريم؟ تتكرم فيا على شنو؟ باهي كرمت يا سيدي على خاتم عليسة بارك الله فيك. ننجو في فيلم عاونونا علي هاي الناس تاخذ في مليارات بالدعم. الموضوع الموضوع شئك. راي حرب راي عركة كبيرة برشا. اي فوالا راهو فما قوانين معناها دوبوي كيستون فصلينا على قياسهم اللي تخلي الوزارة مكبلة. اليوم ما تنجمش اليوم وزيرة ولا وزير يجي يقول لك يجي خذ فلوس. قول لك صب وتعدى على اللجنة وتعدى. لازم فما قوانين تتبدل. أنت دبلوماسي مش دبلوماسي ذيك الحقيقة. دبلوماسي شنو تحبني ندخل معناها كيكة فرنسا؟ وزارة عطيتها فلوس. اسمعوا اسمعوا دقيقة. ليه ما نبداوش يا ودي بشوية شعبوية كي نبداو بلبل. لا مش شعبوية. لا فما قوانين لازم تتبدل. لا فما قوانين لازم تتبدل. شنو نعطيك دعم من عمل دوكور متراج؟ مش نعملهم أنا دوكور متراج. لا والله لا والله لا. والله كلام صحيح خاطر انا نعترف انا كي كلمني شكون يبدلها القوانين مو الممثل واش باش نبدل واش نبدل نبدل قوانين لا تجري اخويا علي وتضرب بالبونة انا ممثل نتاعي لا لا اغزر لي عليه راه كيف كيف العام اليومي علي. انا شنو انت سامحني شنو ماكش انت كيف كيما عامل ما عنديش ستاتيو فما ستاتيو نتاع ممثل عندك بطاقة احتراف ولا ما عندكش شنو نعمل بها بطاقة الاحتراف شنو باش ناخذ بها عندك بطاقة احتراف ولا ما عندكش وين وزارة الثقافة شنو باش نعمل بها؟ بطاقة الاحتراف معناها أكثر حاجة نجم نعملها بها ناخذ بها فيزا يا علي. هكا هو. شنو باش نعمل بها؟ فيزا وإلا لا؟ شنو باش بطاقة الاحتراف يعطيوك اتستاسيون باش تقدم بطاقة احتراف خاطر برا يلزم بطاقة احتراف. أما أنا في تونس شنو نعمل بها؟ تلقى القانون شنو يقول لك؟ عندك بطاقة احتراف نتاع ممثل
يحجر عليك الممثلين ياخذوا في 120 دينار روعي يحجر عليك انك تخدم اي خدمه اخرى يحجر عليك اسك الممثل يعيش تي مال انا مشيت للانتاج الواش انا عشقي وحبي الاول والاخير هو الممثل هو الممثل انا سلمت في عشقي وحبي والاخير مشيت نخدم في خدمه اخرى باش نسالكم مساله سريعه شكون فيكم ما يحفظش ويعاود برشا احمد ولا طارق ما يحفظش نحفظ انا مستحيل وان شوت طيب الضربه الاولى انا مش نحفظ انا نقرا نسكاني ونطيش الورقه ونصب كاهو كيف 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 ونزيد فيكم اصلا قلق وطقس دبي انا وين زيد انا اخويا عليه يتصدى علي نفس برشا سخانه والله ولا العظيم لا هو غير هو مشي لها في السيف رد بالك انا ما مشي ليش في السيف راه في بالي انا كي نخرج في دبي في الشارع انا اعطيك من الاخر بيتزا انت بيتزا اي ودخلتها للفور هي الفور هو دبي خرجت مبشمط طيب مخك خرجت طيب ما لا تصوير عطيها لي ليه سخانه مش سخانه مش عاديه مش تفاد ليك راه يمكن لعبت تو ممكن نقول لك يبالغ سخانه سخانه راه شكون فيكم قلبه رف في دبي رف في دبي قلبه رف مرتي معايا في وين وزارة ملا رف شوي حبيت بيتني في الشارع شوي احمد قلبك رف في دبي ولا رف على شنو يا ولدي قلبك رف والا لا بيان سور معايا مرتي حسيت روحي معارس معارس جديد ربي يفضل هيك ربي يفضل هيك معلوش تفضلي عليه تفضلي عليه رف في دبي ولا عليه تفضلي عليه ولدي بنغلاديش موريتانيا ديما قلبه يرف قلبك رف في دبي ولا قلبي رف على على حب ولا على حاجه يا ودي نحب نفرح بيك نحب نغني في عرس نحب نجيب لك فرقه السياله مالاش نعطيك سكوب ما دام تحب تفرح بيا وباش نعطيك سكوب شنو شنو اخو واحده على الليزينغ لا لا بالعكس ايش بك من الاخر جد يا طارق نحن لك صغير يا اخوي شوف لي واحده عندها سنه سيس ماني موجود ايش دخل سنة سيس؟ ماني انا ما عملتهاش وكي نسبتك واحدة عندها سنة سيس وكي نمرض حاجتي في سنة سيس فك علينا من القلب يا سيدي شكون فيكم في دبي ياكل كان في المطاعم التونسية؟ انا 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 يا خويا من نجم شبيها ماكلتهم؟ لا 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 فحات لا لا ماكلتها ما نقولك شنو يا حمد على ذكر القرفة يا ولدي مشيت كليت في مطعم في ميلانو مغربي كليت القرفة شعر لموت ما نحبهاش انا شارله مت يحطوا لي فيها في الماكله الواد والله شارله في البلانكار ما عادش تحطوا القرفه سعود القرنفل يحطوا في الكرسي يا ولادي القرفه ما عادش تحطوها شكون اللي يحط فيها شكون عملها الامريكان ياكلوا القرفه انا ما تربحهم والهنود ياكلوا القرفه خيط خيط على كل الهنود وكل الماكله وكل الروايه عنده انا صارت لي طرفه في الماكله ساعه خصك يحكي على الماكله انت تو فما طرفه على الماكله في دبي في الماكله صار في الماكله يماني كي طلعت انا من الاول بالحق ولاد الحي في دبي راه مش تفديت انا في بالي كي تدخل تاخذ كاسكروت يقول لك 15% يا اخو يقول لك 10000 وتخرج 10000 خلتك ايه قال لي شنو تحب علوش قلت له كفتيجي عندكم قال لي عنا فرحت قلت له عندكم صحن تونسي قال لي عنا قلت له اي شربه قال لي موجود جابوا لي لاديسيون قد ايه 460 دينار جاتني واحده عملت لي كيف قالت لي عندي ريستورون ما ارخص من غدوه مشيت انا وياه جات 310000 غالية برشا غالية برشا فما بون فما هكا فما هكا اي فما الهكا وفما الهكا فما منه وفما منه فما منه على كل انا نتمنى لكم النجاح عايشك ونتمنى التلفزة تي في بكل العاملين فيها من المنشطين والتقنيين وانتوما زادة كمساهمين في العمل النجاح وان شاء الله تكون بادرة طيبة بادرة طيبة للتلفزات الكل باش تنتج وباش تتوفر لهم زادة فرصة انه ممثل يفكر انه يحول فيلم الى عمل تلفزيوني والا الى عمل مثال في رمضان مقبول راهو علاش لا علاه نحن نحبوا التلفزه كل يخدموا الناس كل تنجح انا نخموا باش نمشوا لبرا من رمضان للتلفز واحنا نخموا باش نعملوا اول ميني سيري في تونس اللي هو العالم كامل يخدم تو في الميني سيري 6 حلقات واربع حلقات وخمس حلقات وثمانيه حلقات احنا نخموا في الشيء هذا احنا نخموا باش نوصلوا نعملوا 6 و7 افلام في العام احنا وصلنا عملنا 5 تو باش نعملوا 6 و7 افلام في العام 6 و7 افلام خرج فيلم من داخل فيلم خرج فيلم وكاكا تتحرك الامور واحنا اكثر من هذاك احنا خذينا قاعه ميلكار اللي في سنتر عريسه اللي هي مسكره سال دو سينما مسكره كريناها على 3 سنين يعطيكم الصح باش نرجعوا القاعه هذه تخدم ونرجعوا الببليك وهذيك لوبجيكتيف نتاعنا الاولاني الصغير لوبجيكتيف الكبير ما قلتلكش عليه انت سالت السؤال اللي هو اللي انا قلتلك نرجع الببليك للقاعه
القاعد. اللي هو نهار اللي نبدا قاعد على العرش تنقلك عليه. ما فهمتكش؟ لو تفهمها في وقتها، كل غلطي في وقتها عليه. يعطيك التفاح مقشره. اي والله لا فهمتش حاجه. يعطيك الزبده مش مشكل تم بعد. فما منه يا ودي، فما منه، فما منه شويه حوار مهبل هذا. الاخر قال يعطيك التفاح مقشر، الاخر قال لي فما منه، فما منه كي تحل باب العرش. ونعطيك فاز اخرى واش ترتق في النفق على حاجه جديده تشوف. ولا يمات مغرومين برشا بالمدالين. انا وعد طارق بعلوش لاباس انتم زوز مهبل ولا شو؟ فما منه، فما منه. روحتوا من دبي في كامل مداركم العقليه ولا قاعدين نبيعوا في حاجه؟ قاعدين نبيعوا في حاجه شوك كولتوريل. قاعدين نبيعوا في حاجه لعبت باش تكتشف هذا شنو تو اللي قاعدنا فيه انا واحمد. شو هو؟ فما منه. شوفوه بالعكس انت تو اول واحد حكينا عنده. هاشتاج فما منه. هاشتاج فما منه. منه. هو فما منه ولا فما منه؟ فما منه. شو هو؟ المدالينا. وملع عصابة قاعد فيها. بربي عجبك. شوف انا عجبكم الحوار والله يعجبني والله. عملتوا جو؟ والله عملنا جو. نحب نشجع العباد. صاحبنا مش لا نصير احنا اخوات. لا عليه ابار ابار على صداقتنا وكذا. انت مرسي بوكو مشكور وقناة تونسنا خاطر اصحابنا من قبل. وين بديت راهو لهنا زاد راهو. اي في تونسنا. بديت في تونسنا وكذا دونك فما حنين ديما لهنا في تونس. ديما عندك حنين. انا نحب نقول حاجة برك. راهو كي نشجعوا بعضنا ونمشيوا للسينما ونقفوا مع بعضنا وكل مواطن تونسي يحس روحه يقف مع العباد ويقف مع البرودكسيون في تونس رانا نجموا نتواصلوا ونواصلوا ونعملوا برشا حاجات ورانا نجموا نعملوا برشا ابداع. ورا برنامجك انت هذايا فما رجال قاعده تخدم ونساء قاعده تخدم باش انت ينجح البرنامج هذايا والناس الكل تخدم وتاكل الخبز. معناها ريت راهو كان كل واحد يخمم بمنطق التيم ونخمم بمنطق الناس كل مع بعضنا والله العظيم نرجعوا اقوى من قبل وخير من قبل. خاطر ريت كان نجيب مليارات العالم لتونس ما نوليوش راهو دبي كان ما نبدلوش هذا. بيان سور حصلت في كاميرا كاشي مع زهير الجيس حصلت ما كلمني انا بالله خليني استنى كلمني وعمل لي فيلم وعمل لي فيلم وقتها مرضت خديت جريب وقتها يا ودي ساعه اقوى فاز انت زهير الجيس اللي انا نعرفه ماهوش زهير ماهوش هكا العباد هكا معايا لهنا راهو قاعد يسمع فيك في بالعكس خلينا نقول هيلو مالا في المباشر عليه راهو زهير نعرفه زهير اقترحوا عليه مثلا قبل دار بالبيسين ورفض المبادئ وكذا انا عطيتك سكوب انا زهير قسما بالله جا شكون مد له دار بالبيسين على خاطر في قالوا لا نعرف شدوج تقر فتقد لا لا مش ما كي جاو زهير جاني في الكاميرا كاشيه نعرف جاني في الكاميرا كاشيه يعمل لي هكا كمان جاتي يعمل لي هكا في الكاميرا كاشيه قال لي مثلا كي نجيبو ان فيتي قد نعطيوه قلت له قال لي قلت له مليون قال لي لا بالدولار قلت له اعطيه 1000 دولار يعمل لي هكا قعدت بيت زهير قول اطلع اطلع متجوز متجوز زهير فهمتني هكا هو انا صايب شن نقوم نضرب الطفل وخرجوا لي بكاميرا قالوا لي كاميرا كاشي نحمد في ربي ونشكروا في ربي على كل انا فرحان برشا اني ضيفتكم بحذايا الليله نحب نراكم مره اخرى باش نحط لكم الغنيه على خروجكم اي قال الجمهور نستمتع بها غنيه مزيانه برشا ميستا ميستا تحيه الميستا تحيه كبيره لطارق معلوش تحيه الميستا بالله جست فما عباد فما عباد لازمنا نحييهم ميستا تحيه لصابر سيزار هدى صلاح جعفور المعلم هذاك اخويا انقذنا ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يا جعفور تحية زادة لأي واحد مثل في ولاد الحي في دبي والناس اللي وقفت معنا الناس اللي وقفت معنا في دبي تونس في دبي يرحم والديك عادل محمد محمد الكل الكل الناس الكل دونك نحب نقول حاجة أخرى زادة اللي عمل لنا لافيش أشرف الزمزمي فول جون تالونتيو على الأخر في تونس عامل برشا حاجات محلاهم والميستا والميستا اللي غنى الأغنية هذية تونسي للأسف موجود في فرنسا ما نجمش يكون موجود في تونس خاطر حرق ان شاء الله يرجعوه ان شاء الله للبلاد هذيا وياخذوا حقه في البلاد هذيا والتوانسه اللي لبرا يرجعوا يعطيوا حق للبلاد هذيا ماهوش مزي تحيه كبيره طارق بعلوش واحمد غندلسي الناس هيحوا محلس بالخمسة قدامك اخذت وربحت يا سي اي ببرج خليفة ليفة مروح تعب لليفة ليفة تقص بيم تاذيفة ذيفة حط الحطة وشي ميزن ذيفة جيت نشرشف وظيفة نظيفة خبرة متاع خدمة خفيفة نظم اكثر من الفيفة نظف وجوه لاتيفة وشو شيخ رانا الناس تتواصل تتواصل سهرية الليلة في برنامج كلام في التحضير مع ايمان مع ايمان الشريف انتم يزوكم تعرفوا كيفاش ايمان الشريف تحضر ايميسيون مشينا دخلنا القهوه وقعدنا نحكي القهوه ولات فوضى فوضى القهوه ومعنا والناس يويو. كلها تسمع ومعنا يويو والناس كلها تسمع اي وتسمع في الحكايه اللي نحكيو فيها دبرت عليا تبارك قالت لي استنى استنى دقيقه دقيقه شبيك تقول بس اجن المراه
قلت لي باش قلت لك جينيريك. قلت لك جينيريك شنو؟ شنو درا شنو؟ قالت لي باش نعمل لك جينيريك وبدات تزن والناس تسمع راهو في القهوه. فين هذا؟ وفما عباد بداوا يصفقوا وفما عباد في القهوه بداوا يصفقوا ويعاودوا في الغناء. وانا شكون كلمات الجينيريك؟ تقول كلام الليل كلام الليل برا برا بام كلام الليل برا برا بام كلام الليل نسيت الكلام. همش اسمعوها توا همش اسمعوها توا تكسويت جينيريك كلام الليل من الاهداء الديفا ايمان الشريف. Hola, hombre. Le, 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 le. برنامج كلام الليل. يلا بارك الله فيك تعمل لي تعهد يا خالتي باش تدور عليا بعد تشكي بيا تقول لي لا انت تعرف علي ليه ما انا تعرفش انا نعمل لك تعهد قدام التوانسه الكل قدام اي حد يتفرج فينا من ليبيا من الجزائر من موريتانيا من المغرب من مصر من كل البلدان العربيه والعالم اجمع انا نكتب تعهد لو تجيبوا لي ورقه نكتب لكم تعهد طيب بعد تكتبوها نتنازل قدام الناس. مش نتنازل مش نتنازل نهدي اهم من انك تتنازل نهدي بكل حب لكل الفريق نتاع برنامج كلام الناس وعلاء وريهام وكل والمخرج وكل الناس اللي تتفرج نهدي لهم هالجينيريك هذا خاطر حسيت البرنامج ناقص جينيريك ولازم الجينيريك يكون فيه كلام يوصل للعباد حسيت هكاك وقلت هكاك نهدي اللحن نهدي الكلمات والتوزيع كادو الاكيب كلام الناس. شوفوا الذكاء انتم وهكاك ايمان الشريف كل نهار خميس باش تلقاوها مصدرت لكم لهنا في كلام الليل تغني في جينيريك في كلام الليل. هاي القوي هاي القوي مازالوا مازالوا 22 حلقه 22 حلقه ايمان الشريف تغني في جينيريك كلام الليل قبل المعزوفه الموسيقيه راه قبل ما تبدا المعزوفه وقبل ما يبدا الشاعر عبد العظيم هذاك شاعر كلام الليل ودرا شنو وانتم تغنيوا تلقاو إيمان الشريف مصدر تكتب ماو يا علي كل يوم هاي الضربة الصحيحة. اسمع والله يا علي جي با بونسي ا سا. ليه هي ليه أنت تا با بونسي ا سا؟ هي هديت لنا جينيريك أما أنا جيت نخمم في الهدية، الهدية حلوة وباهية أما الهدية زادة أنت كي تعطيني هدية ما يلزمني نرجع لك هدية حبيبي في العيد علي. احنا حبيبي في العيد علي. كي تجيب لي صحن حلو يسم صحنك اللي جبتولي ما يرجعش فارغ صحيح هاوكا انا مره رجعلك صحنك فارغ اتعهد انه ايمان الشريف
قبل ما يبدا البرنامج باش تظهر لكم باش نزيدوها ونزيدوها قاطع مسافات السهر والمعزوفه الموسيقيه نتاع فرقه السيالة. عايشك حلقه عايشك واحده عايشك هذه عايشك. يلا يعطيك الصحه. اي ايش مازال عندنا ايش مازال عندنا ايش مازال عندنا جديد ايمان الشريف؟ انت ديما بطلعاتك والعصفوره تقول لي انه فما ديو قاعد يطبخ مع رابور توف، صحيح ولا غلط؟ صحيح. شكون؟ ممنوع عليا نقول توا عليه. توا 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 بربي توا 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 انا انا الفريق يجيب الخبر ونتعبوا عليه. نعدي التصويره ولا ما نعديش؟ انت ما تحبش تقول انا حر نعدي التصويره. عادي اللي تحب. عادي التصويره. ها هو الرابور يا سيدي. انت مش رابور. هاي. شكون؟ سيربون هذا؟ يا عسل. مين ده؟ سيربون هذا. سيربون. ديو معاه؟ واي نوت؟ واي نوت، علاش لا؟ دونك اللي فهمت انه ماكمش نفس الستيل، ماكمش نفس الجو. هو احنا شوينا لفعة. لا من ناحية انت لفعة، انت لفعة، لا الحق نتاعك. اوه نوردو. ايه نوردو. تحية نوردو. علاقاتك باهية مع الرابر. عكس المطربين الاخرين علاقاتك باهية، تسمع راب انت مان. انا نسمع كل شيء عادي. تغني راب بيان سو، انا عملت اغنيه راب. خذ الميكرو. لا 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 لا، اعطيني اغنيه نتاع رابار. يا ليلي ويا ليلا واش باش نشكي لك يما، وقالوا لي ليلا صغير وفي قلبي كمان في الكومبوزيسيون في اللحن شويه في الاداء. انا ديما نغني بطريقتي. ايه. حلو هذا الفيرسيون. ايه. اللي عملته حلو. بي انا نسمع توا بال بوتي داج، اما الجراند داج شنو هي الحكايه؟ جراند داج شنو هي الجراند داج؟ طالعه منها هبله من هبلتها. لا لا مش هبله، انا ديما كي نعمل حاجه عندها مرجع، عندها خلفيات دقيقه وتهمني. مره انا في الجنوب ومعانا فنانين ومعانا عباد اخرين دي انستغرامور وكل شيء. جاني الراجل اللي قاعدين في الميزون دوت باش نعملوا، قمنا بتيتر قمنا مساعتين حاجه هكا، دونك ما عادش بوتي ديج ولا غران ديج ولا غران ديج اللي هو فوالا لو لوغو. دونك قلت له نحب ماكله معناتها، جاب عجه وجاب ماكلة حارة حارة وحلوة. يا اخي فما شكون قاعدة بحذايا قالت لي او سي كوا سا، واحد يقوم على صبيح ياكل الحار مش تعب معناتها سي با اين. ضربت في مخي. قلت هذيا جابت لي فكرة. التحليل هذه انت على الكلمة على الكلمة نقسم الباب تعمل فكرة. قلت انا باش نعمل غرونديج اللي هو كونسيبت بين البرانش وبين من الفطور للعشاء، وقتها انت تقوم، احنا فنانين بعد ساعات تقوموا مخر ما ثلاثه لاربعه، ما تقومش لاربعه ولا الخمس تقومش باش نعمل بوتي ديج، لا يسمى غران ديج اللي هو باش قاعدين توا يخدموا فيه دي نوتريسيونيست على 24 ولايه، كل ولايه عندها الروسيت نتاعها. الغران ديج هذا فيه المالح وفيه الحلو وفيه لي كالوري اللي يستحقوا الدم نقولوا بين البرانش والبوتي ديج والفطور والعشاء. سي ان غران ديج اللي فيه الحاجات اللي يستحقهم البدن، فيه الخضره، فيه في مخ قال لك غران ديج فوالا هو غران ديج. اسمع وفما حكايه اخرى. هاي. اللي هو اباغ انه نتنقلوا من بلاصه لبلاصه في الوتله في لي ريستورون في لي سالون دو تي وكل شيء، ونمشيو نعملوا الكونسيبت هذايا نخدموا عليه،
لي غوسيت هذوما باش يكونوا موجودين ويكونوا سيرتيفيي في كارت نتاع الوتيل هذا الريستوران هذا دونك فما اون ايطوال ارتستيك باسمي انا غرانداج باي ايمن شريف مش ايطوال مش ايطوال ميشلان ولكن ايطوال ارتستيك شنو الحاجه المهمه اللي فيه انه الغرانداج مخدوم من عند نوتريسيونيست مثلا انا مش القفصه نحب ناكل المطبقه في الصباح ولا في القايله علاش نقعد انا نستنى لازم لي كعبه كرواسون وقهوه ودرا شنو انا نعشق المطبقه ونعشق الزرير ونعشق العجه بالمرقيز ونعشق العصيده المالحه نتاع نابل انا متشرفه ببلادي من بنزرت للبرما واقل حاجه نعملها انه انا نحط الضوء على الجاسترونومي التونسيه. يا اخي حضرت لي عرس في القرنجه وفيها 4000 ايه 4000 4000 اهدى 4000 جاو تحيه لعائله جراي 4000 رجت فجع مولا صاله خرج شد راسه وقال لي حليلي صاله باش تطيح اشتر العباد البرة وانا نغني نغني لداخل راني خرجت بالميكرو البرة ايه. حب ناس تحبني فما كيستيون والله ما فهمتش نقول ولا ما نقولوش عامله فورماسيون في الطابونه اي شنو الفوضى هذه والله عامله فورماسيون في الطابونه برسمك شنو والله جارتنا فورماسيون في الطابونه خالتي زهره نحييها خالتي زهره عملت ايه فورماسيون كل يوم مسكينه قلقت كل يوم طيب خبز طابونه مدنا هكا نعمل لها خالتي زهره صباح الخير تمد لي خبيزه سخونة تبدأ بزيت زيتونة بنا والخبز بالسميد مش بالفارينة يا جماعة بنا يا أخي نهار اثنين ثلاثة قلت لها خالتي زهرة نجمش تكري لي الطابونة نكريها من عندك حتى بالساعتي ونولي ناخذ سميدي على روحي ونعمل خبز أما ما نعرفش نطيبه علمني عملت لي فورماسيون وليت نلصق الطابونة ونحمي الجوجة تحمي؟ الجوجة شنو هي الجوجة؟ الجوجة هي الطابونة الجوجة هي الطابونة بجهرب وبالمحماش شنو المحمي؟ محماش الطابونة ذيك خرا كل عصا ذيك شو هذا؟ أما خير ولا نقعد أنا نتشهى ونطري في في, في سنايناتي وأنا قاعدة خليني نمشي معاك مع فاصل غنائي خير من الكوشة والطابونة ودرا شنو باش نسمع ذكرى محمد ومن بعدها نخرج مباشرة إلى فاصل إشاري يلا نمشي مباشرة إلى الديفا إيمان شريف والقلب حزين مشغول عليك في البعد وبستنى وانا دايما حبيبي صدقني وحشني روحي معاك والقلب حزين مشغول عليك في البعد وبستنى وانا دايما صدقني وحشني بجد روحي معاك والقلب حزين
مشاهدينا الكرام في هذا الفاصل الإشاري بطبيعة الحال مع إلينا أجنس سيزيس الأجنس الشهيرة هذه وهالي ديستيناسيون الكبار اللي ما يتوقعهم حتى واحد باش ينجم يقري ولده البرة. إلينا توفر لك الفرصة هذه في أنه ولدك يقرأ البرة ما في دي ديستيناسيون ما يخطروش على بالك. المرة اللي فاتت صربيا، المرة اللي فاتت إسبانيا، إيطاليا، اليوم إلينا مرحبا بيك لله. السلام. عندنا ديستيناسيون جديدة. اللي هي؟ مش جديدة جديدة. أي هي قديمة جديدة. أما باش نركزوا عليها المرة هذه. أي أي. ديجا هي معناتها مش برشا برشا، مش 20 سنة نخدم ونخدم دو تروا زون، اللي هي دبي. دبي، دبي أنا نمشي لها باش نعمل شوبينج. شوبينج. نمشي لها باش نحوس في دبي، باش نبعث ولدي يقرا في دبي. شنو باش يقرا؟ بلاد غالية. غالية فيش في شوبينغ غالية. اي فوالا. اما بور لي زيتيود حاجة الأولى معناتها فما بريفي وإتاتيك. أيوا. إتاتيك بلو شير من بريفي. بجدك؟ والله. البريفي أرخص في دبي؟ كيما في أنجلتير معناتها إتاتيك بلو شير من بريفي. شي نجم يقرا ولدي في دبي؟ كل شيء. أعطيني. في إتاتيك فما كل شيء حتى ميدسين وفارماسي وريكونيو في تونس. كيفاش؟ معناتها يقرا حتى فارماسي ولا ميدسين في دبي. اي. في إتاتيك. وسي ريكونيو في تونس. وريكونيو في تونس. انا نعرف شكون مش ايتيديون تاعي، اما نعرف شكون كامل فارماسي وخلا ايكيفالونس في تونس وما فما حتى اشكاليه. اللغه اللي يقرا بها شنو هي؟ انجلي. 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 باركونتر ميديسين يقرا في تونس بالفرنسويه. لا تو نحكيو صربيا وروسيا ومولدوا برشا يقراوا بالانجلي. يقراوا بالانجلي. وليت برشا وليت ايطاليا كل شيء بالانجلي وليت سي بون. ايطاليا بالحق وليت كلها بالانجليزي. لا لا دبي دبي بالانجلي لي زيتيود وحاجه باهيه معناتها كيما ايطاليا يطلبوا ايلس للتوفل. في حاجه اوفيسيال في نيفو انجلي. في دبي لا اون كاو انت جي يعملوا لك تيست وانت ناقص في انجلي يعملوا لك كور بلاش. اه بلاش. لي كور بلاش يقراوا ما يدفعش فلوس معناتها. الانجلي اي معناتها حاجه زياده معناتها. حاجه باهيه. مش معناتها وقت يمشي من زيرو باش يكريو بلاش الانجلي. فهمتك اي. اما يرغبوا على الاقل باش يقرا الانجليزي. سي سا سي سا. وفي بريفي هما سي فري معناتها كي بداوا لي بريفي انستاليو في دبي معناتها غاليين. انا كي بديت نخدم نسمع لا سويما 20 25000 يورو. توا قداش؟ توا 6000 6000. 6000 6000 يورو شنو؟ في عام. في العام؟ اي. بجدك تحكي لنا؟ اي. يعني 18 20 مليون في العام. اي. بلاش فلوس. وفاكولتي معناتها دوبل ديبلوم تاخذ ديبلوم اميرات وديبلوم انجلترا وفرنسا فما بروجرام بالفرنسي مش برشا ما فما. فما موجود. فما موجود. بخلاف الميديسين والفارماسي اش فما؟ لا هذاك غاليين ما نصورش معناتها هذوما اللي ممكنين. موجوده اما غاليه شويه، اما تو في بريفي اللي معناتها الاكثريه معناتها بيزنس انفورماتيك انجينيرينغ بسيكولوجي تو على مود. سيكولوجي تاو الناس كلها الناس كلها بيقراوا بسيكولوجي. علاش؟ فوالا. علاش؟ كيفاش قرايه على مود اكزاكتومون؟ علاش يحبوا يقراوا بسيكولوجي؟ لا بالحق. انت جاوبني علاش ما نعرفش. نقولوا حوايج على مود اما قرايه على مود مطلوب الاختصاص هذا. وليت مطلوب برشا وليت يجوني برشا خب نعمل بسيكولوجي بسيكولوجي بسيكولوجي. بسيكولوجي. ما كانش فما 15 سنه تالي و20 سنه تالي. علاش؟ شنو اللي تبدل؟ عالم تبدل كل شيء تبدل. هو اسمع هو العالم تبدل. شكون كان يتوقع انه دبي تكون ديستيناسيون باش ولدك يقرا فيها؟ أيه. بالسوم اللي قلت عليه أيه. معناتها 6000 يورو معناتها واحد باش يقرا ولده البرا لازم يكون عنده الامكانيات راه فهمت 6000 يورو الانسان عنده امكانيات مبلغ معقول. اي معقوله معقوله. وحاجه اخرى ما حاجه الباهيه برشا ما راهش يحكينا ولا لا ما تو الناس كل ما يسالوا كون بلوكي فما ولا لا دبي ما هي كون بلوكي. ماهيش؟ ما هي كون بلوكي، مش لازم تبلوكي فلوس. ما تحطش مبلغ في بلوكي. اي. مالك كيفاش؟ كيما كندا 8 مليون، ولا فرنسا، ايطاليا 20 مليون، فرنسا 30 مليون، دبي لا. لا.
دبي ما تتمشي لبارون يبطولك شاك موا واللي فما حاجه اخرى للستوديون تنجم يخدمه ونعطيك قداش للستوديون تاعي ما تقدرش يخلصوا ابو بريفي وتسون دولار بار موا فاسيلمون كي يخدموا غادي يعني جوب اتيديون نحكي انا جوب اتيديون اي جوب اتيديون خدمه نتاع طالب معناتها فاكولتي برشا ما تيكري ولا شيء باش تخلي اتيديون صباح يخدم ما وتسون دولار غارونتي باش اتيديون كي يمشي يقرا ويعمل جوب اتيديون 800 دولار في دبي ينجم يعيش به 800 دولار في دبي معناتها اللي كري تاخو اونتر 300 و 600 بور لي اتيديون بور لي اتيديون مش باش نحكي ولا لي سوسي برود ولا لا 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 وي معناتها 800 دولار معناتها الاتيديون اللي منادم تنجم تعيش في دبي يعاون بهم باش بوه ما يثقلش عليه لي بارون تاعو ما يثقلش عليهم خدمه موجوده وكمان راهم 800 دولار راهم 3 ملايين راهم اي مش شويه مش شويه معناتها وحاجة الأخرى ما الوقت اللي تكمل في دبي فيها مستقبل حتى ياخد دبلوم غادي ما كيما وقت تونسي يمشي يخدم بدبلوم تونسي مطلوبة الخدمة غادي موجودة خدمة خدمة موجودة أنت ينجم يقرأ في دبي ويدبر خدمة غاديك دبر موجودة خدمة موجودة 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 وديفيرونس لوقت يمشي يخدم معناتها من تونس بدبلوم من تونس من زيت سيبا منين يكمل يقرأ في دبي أي. تعرف قداش ديفيرونس في سالير؟ قداش؟ عطيني انت صومك صومك والله باش نقول لك انت ديما تفاجئني ما نقولكش خير باش ما نتفاجئش قداش؟ ابو بري ديفيرونس في دو ادمي معناتها سي لا ميم بوست بوست تاع انجينيور مثلا واخد ديبلومي من ديبلوم تونس وديبلوم من غادي من دبي من فاكولتي تاع تيك ولي بريفي ديفيرونس في سالير فوا دو ادمي مينيموم فوا دو ادمي وي كومان بعثت طلبة بيان سور بيان سور بيان سور بعض مشاو يقراو بيان سور مش حاجة جديدة لا لا مش جديدة مش 20 سنة مش 25 سنة ما عندنا 3 سنين كومام 3 سنين مشاو ليزيتيديون معناتها سافا معناتها عام آخر ولا عامين آخرين فما ناس تنجم تتخرج معناتها لا لا بيان سور ومعناتها أنا نشوف معناتها بريفيزيون معناتها بيان سور نعرف توانسة يحبوا لوروب أما كومام ديستيناسيون قلت لك افيك لي زافونتاج ما عندكش اوفيسيال تيست اونجلي ما عندكش كونت بلوكي سالير معناتها سهلة معناتها سهلة معناتها سي فري معناتها نيفو دفي غالية شوية لا هو راهو نيفو دفي في دبي في أماكن معينة غالية راهو تنجم تعيش بنفس النيفو دفي نتاع تونس في دبي ولين تقبلت واحد معناتها تونسي عايش غادي قال لي في دبي ما تنجم تعيش ب 10000 وفي نار و 100 دينار في نار معناتها اي سي صح راني قلت لك فما في لوروب مثلا في سويسرا ما تنجمش تعيش ب 10000 في نار في سويسرا ما تعيش كان ب 500 مليون في النهار ما تكسرش راسك دو ساندويتش دو ساندويتش من ماركه عالميه ما نقولكش عليها الور يتكلفوا 300000 تونسي معناتها ولا 400000 سي شير غاليه برشا معناتها اما في دبي تنجم في دبي تنجم في دبي بلوس شكون خاب يعمل سيجور لينغويستيك متى اونجلي من زيرو بالنسبه للسيجور لينغويستيك اي بوسيبل مي تاول متى قبل تنجم يمشيو بسي موا تروا موا تاول تونسي ما تيوش فيزا لازم كان عام كان عام اي على سي موا ما تيوش لا والفيزا بالنسبه لفيزا دبي سهله معناتها فيزا لا سهله اما اللي تطلب سي موا متى سيجور لينغويستيك تخلص كان سي موا ما تيوكش فيزا ما يعطيوكش فيزا حاجه جديده حاجه جديده هذه بس تطفي نورمال ما تبدا صعب شويه معناتها فيزا سي با ديفيسيل تنجم تقول 99.99% كون بلوكي ما فماش مستقبل بعد دبلوم موجود معناتها موجود برشا لي زافونتاج معناتها ولاوليات تونس اقتنعوا انه ينجم يبعث ولده يقرا في دبي مش في باريس ولا في برلين لا 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 يجيوني معناتها ديريكتومون يحبوا دبي قول نحب دبي دبي مش انا مبروبوزي في بلاصه حاجه اخرى ديريكتومون يجيو نحب دبي مره جاتني بنيه مع امها نحكي ودرا شنو ما يمكن ظروفك كانت نحب دبي اللي مش لازم تحب دبي لا باهي والله حاجه باهي انه بلد عربي وي. يولي اون ديستيناسيون باش ولدك يمشي يقرا فيها يزينا من فرنسا من المانيا من انجلترا من امريكا من كذا بلد عربي قري هاي قري ميديسين يقري فارماسي يقري كذا يعطيك الصحة لا فما حاجة أخرى أي شنو فما حاجة أخرى معناتها فما فاكولتي معناتها اللي فرونسي هما غادي معناتها الموجودين واللي فما لي بروجرام بالفرونسي معناتها تعرف فيزا فرنسا تو صعيبة برشا فيزا ديتيود معناتها صعيبة براتيكمون صعيبة لا لا صعيبة أي ثلاث سنين معناتها براتيكمون امبوسيبل اللي تكمل ليسونس غادي بالبروجرام فرونسي معناتها تاخذ فيزا من غادي الماستير فرنسا غارانتي
هذه جديده هذه. تنجم تاخذ فيزا الماستر باش تكملوا في فرنسا. ليسونس تقرأ في دبي. ايوا ليسونس في دبي. بالبروغرام تاع في فاكولتي فرونسيه تاع. بالبروغرام الفرنساوي فوالا. ولي بالانجلي حتى بالانجلي تنجم تقرا. تنجم ماستر في فرنسا. وبعد كامل ماستر في فرنسا فيزا يا مغاتي كارونتي فيزا سور بلوس. وي هذه بون نوفيل هذه حاجه باهيه. اي وعندي بون نوفيل اخرى. شنو هي ترى؟ اللي ما عندك لي بون نوفيل يا لينا. اللي ميدسان اللي حاب يخدموا في دبي. اي. نجم نعاونهم في خدمه في دبي. لي ميدسان عاود لي عاود لي. لي ميدسان. اي. اللي يحبوا يمشيوا يخدموا في دبي. اي. ما عادش تابع الخرايا. مال لينا. تعدلت الليفل الاخر. هذا هذا ليفل مهم برشا. فما ناس تحب تخرج تخدم البر. ميدسان يحب يخدم في دبي يكلم إلينا. ميدسان اللي يخلصوا غادي. يخلصوا برشا فلوس. برشا فلوس. يخلصوا برشا فلوس. قد اللي يخلصوا هنا 10 مرات. برشا فلوس. برشا فلوس. قد اللي يخلصوا هنا 10. ما في دبي في دبي في طول الدومين لازم وقت يخدم يخدم. اي. كاركيرا غادي ما لا لا ما فماش كاركيرا ما فماش كاركيرا غادي فما فما دي زوبيتو ريكونو مونديالمون في كل شيء في كل شيء حتى في الدومين الاخرين ما فماش معناتها لا لا حتى في الدومين الاخرين كيف كيف تخدم تاتي تلقى ما تخدمش بسلامه يعطيك الصحه الينا ميرسي بوكو يعطيك الصحه على الحضور نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه في ديستيناسيون اخرى ان شاء الله جيماجين مش باش نتوقعها جيماجين ميرسي بوكو الينا ميرسي بوكو عايشه ميرسي الينا يعطيك الصحه كريستالوكس تشكيلة رائعة من الثريات بقطع كريستال عالية الجودة من الشركة الدولية لصناعة الكريستال. كريستال عصفور بريق لا مثيل له. كريستالوكس تصميمات تونسية بمواصفات عالمية بجميع المقاسات وتناسب جميع الفضاءات. كريستالوكس تصنيع حسب الطلب. الفرحة ليكم والعرس علينا ما تخمم في شيء سواري في اي بي اسبري رافيني أرقى سهرات في أضخم الفضاءات ألمع نجوم الغناء في تونس والعالم العربي أجمل الديكورات
فرقة المايسترو سوفيان السيالة لتنظيم الأفراح، دليلك في ليلة العمر وأحلى المناسبات. تروب سوفيان السيالة سبيسيال ويدينج تونيزيا. مرحبا بكم، مرحبا بكم مجددا في برنامج كلام. الليلة ضيفي من أعز أصدقائي، نعرفه طيلة تقريبا 20 سنة بالتمام والكمال، ابن جزيرة الأحلام جربة، خريج معهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس، مسيرة 20 سنة في الإعلام السمعي البصري. لا يفاوض، لا يستسلم ولا يهادن، شخصية عالمية أنا نحترمها جدا، لأنه يوزن عندي أنا وعند برشا ناس، قد نختلف معاه وقد نتفق معاه، لكن إن جروند جول في الإعلام إيروزمون في عمره هو باش توصل في فرنسا كيما تيغي أغديسون ولا ميشيل دروكير، إلتفو 50-60 سنة، احنا نحكيه من 40-45 سنة، عانى دي جروند جول في مجال الإعلام، هو واحد منهم، لكن في السنوات الأخيرة برز كثيراً في البرامج الاجتماعية، وخاصة أنا يعجبني في البرامج السياسية، لأنه شخصية مختلفة يعبر عن موقف مختلف، يتعارض معها العديد من الإعلاميين ولهم الحق في ذلك، ولكن اختلافه على جل الإعلاميين في البرامج السياسية، وهذا موقفي الشخصي أنا، يشكل لي إفادة كبيرة برشا وقت اللي نسمعه. نستقبله مع بعضنا الإعلامي زهير الجيس. نسمعك برشا في بوليتيكا على جوهرة اف ام، الحمد لله، رفيق تبربش برشا، تلوج برشا، هل ترى انه برامجك في الصف الاول لدى المستمعين في تقدير؟ اكيد، معناتها ما تنجمش تعمل برنامج ما ينجمش يكون في الصف الاول، معناتها على الاقل الطموح هو انه يكون في الصف الاول، اجتهاد انا الحقيقه نعمل فيه على اساس انه يكون الاول مش في الصف الاول. تنافس الياس في موزايك، معز بالغربيه في ديوان، بطبيعه تقول الناس طبعا، لا هو حتى الارقام تقول انه اليوم البرنامج بوليتيكال الحمد لله هو رقم 2 بعد بعد الياس في موزايك، بوليتيكا هو رقم 2، بوليتيكا هو يكون رقم 1. فوالا جورا فهم صافا شد روحها، لبس 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 الحمد لله. بون بديز ايكونوميك على الناس الكل، اي هو باش نبداو صراحه مع العباد، اليوم فما إشكال الوسائل الإعلام عموما تتلافز، والإذاعات وخاصة الخاص يعنيوا معناتها ما همش في وضعية مريحة جدا، كل التلفزات وكل الإذاعات مش في وضعية تقريبا كيما الاقتصاد نتاعنا ماهوش في وضعية كل مريحة، كل فين الراجل كان يدور الدولاب تتحل المشكلة، كل حتى القنوات اللي سوا ديزون ترى في روحها معناتها اليوم تقدم في منتوج كبير وبرشا فلوس، لكن عندها برشا مشاكل مادية الحقيقة. تخوض تجربة جديدة، ونهنيك على هذه التجربة، ونهني جوهرة فهم على هذه التجربة، وكنت باش نكون ضحية من ضحاياك كما كان بعلوش بليكا. فوالا كاميرا كاشف، ايه كاميرا كاشف، احكي لي على كاميرا كاشف. باهي، شوف انا كي خممت باش نعمل كاميرا كاشف عليه، ما خممتش باش نتبع الطيار. قرب رمضان قلت نحب نعمل حاجة تخرجني شوية من جو السياسة، رغم أنه برنامج بوليتيكا يتواصل في رمضان، يتواصل بالطبيعة، أما حبيت
بتيت نوري ظاهر جيس واحد آخر، بتيت نحب أما نقعد في الكادر متاع أنا شخص جيت للإعلام من أجل أهداف. عندي دي فالور دي زوبجيكتيف، ما نخدمش هكاكا. اي نعم. ما عنديش مثلا نتاع جوست هكا نطلع لونتين وكذا وشهره ولا لا لا لا، فما دي زوبجيكتيف نخدم عليهم ومتمني اليوم اللي يجي نحققهم ان شاء الله. دونك خممتش نعمل كاميرا كاشي، ولكن اول حاجه بيني وبين روحي قلت علاش الكاميرا كاشي ولا ترعب؟ اي هاو زلزال، هاو اسانسور، هاو ارهاب، هاو طياره شطيح، هاو كذا. المده الاخرانيه انت اخترت جانب انساني يظهر لي زهير. انت تعرف اللي اليوم فما فنانه تونسيه نعيمه الجاني، نعيمه مريضه بمرض مزمن من غير ما نسميه سكر، بالسكر فوالا من جرت ما تمسحش بونس من جرت الكاميرا كاشي. باه هو ما كانش عمدا يطلع وقتها فريمون، ما كانش عمدا فوالا، معناتها كانت صحيح، معناتها تباهي خطانا في الاخر. شنو هي المنفعه؟ نضحكوا على ناس مرعوبه علاش؟ معناتها انا الحقيقه النوع هذا نتاع الكاميرا كاشي انا واحد من الناس عملت السيرك عامله متعاملين يا ودي انا مرعوب. انا قلت شنو نعمل كاميرا كاشي خاصه بور انستالي دي فالور. دو عملت كاميرا كاشي سيناريوهات مختلفه، معناتها اللي باش تفرج عليه سيناريو ليله ما يتعودش غدو، ما يتعودش. دونك قعدت بيني وبين روحي قعدت نخمم، خممت في مجموعه من السيناريوهات، وكانت الفكره انه نجيبوا ضيوف كيما على الشيء. ما كانوا سياسيين مثلا، كلهم كانوا فنانين، الاغلب كانوا فنانين. فما مفكرين سياسيين كيما وفي الشيء مثلا احلام الكمرجي. علاش مشيت في وجوه سياسيه معروف؟ ما قلت لك نحب نخرج شويه من الاتموسفير نتاع السياسه. و حبيت يمكن نقرب شويه للناس من منطق عالم الفن، عالم الثقافه، عالم الفن الاعلاميين. قلت خلينا نخرج شويه معناتها من الكادر، انه زهير الجيس راهو سياسه بالضبط، تعبت منه الكادر هذا الحق. انا هنا جو في لا بروموسيون في قناه تونس وفرحان نعمل بروموسيون لقنوات اخرى. شوف يلزم القنوات الاخرى تعمل بروموسيون لزميلاتها من القنوات الاخرى. بربي على هذه بالذات انا حقوقي معناتها وين الكاميرا؟ هاي كاميرا وضع. شوف انا خدمت كاميرا كاشي لانسيتها على الفيسبوك على الانستغرام وكذا، الاعلامي الوحيد جو دي بيان من كل الاعلاميين والتلفزه الوحيده اللي اتصل بيا وحده هو على شابي وقال لي وقتاش تجي نعملوا الاشهار لهالكاميرا كاشي اللي باش تعدى في رمضان. زهير حييك واجب. لا لا صفقوا لي على شابي خدمه. لا 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 مش نحسد جوهره تي في ولا جوهره فاهم على كاميرا انت كاشي. تعرف الواجب مالوريزمون في دوميننا برشا ناس ما يعرفوش الواجب. مش احنا مشكلة. في دوميننا نكرهوا بعضنا، خلينا نقولها مان. قول احنا في دوميننا هذيك طالعه شويه يبدا يلوج لك كيفاش يعمل لك مقص ويدقدقك. احنا هكا، انا كبرت لقيت الناس هكا بعد الا من معناتها الحقيقه كعبتين وكعبه منهم سيادتك يرحم والديك، وانت ديجا كي قدمتني رقعت بيت قلت انا هذا وهذا واجب وادارتي مؤسسه وادارتي موافقه وفرحانه يرحم والديك خويا والامور واضحه يرحم والديك وشكرا ليك انك تعمل بروموسيون تاع حاجه باش تتعدى في تلفزه مش تونسنا باش تتعدى في تلفزه ومازالت مش الديماري. احنا قلبنا كبير في تونسنا ونعملوها هذه. نعم بارك الله فيك. يلا سيدي جو في لا بروموسيون. يلا الاختبار كاميرا كاشي اعداد وتقديم زهير الجيز في شهر رمضان المعظم على جوهره تي في. نشوفوا الانظار الاشاريه توب وراجعين. الحياه مجموعه من التجارب والتجربه هي عباره عن اختبار، وفي الاختبار تظهر المواقف والقيم. انا حاشم اللي نعيط عليك، ما انت ما حشمتش تعيط على ابوك.
بي وقتاش بالضبط باش تتعدى؟ بعد شق الفترة إن شاء الله جست بعض الأدين فما شوية ابتهالات. حلو جوهرة تي في. عندنا ابتهالات خاصة أيضا على جوهرة تي في وبعدها مباشرة باش نتفرجوا في الكاميرا كاش. الاختبار كل يوم حلقة كل يوم سيناريو. نتمنى لك التوفيق والنجاح يا زهير. برك تحل معاك توا دوسي صغير. عندك برشا خلافات برشا مشاكل مع المجال الإعلامي. عادي طبيعي. ومش من عادي أنا. وأول مرة برسك نعملها أني نعدي تصاور باش يحكي عليهم ضيف مش باش نعمل عركة معاه ربما تعديليش إعلاميين و... اسمعني اسمعني زهير اسمعني اسمعني هذو مواقفك إذا كان موقفك مرتبط بصورة يا زهير ايه؟ زادا هما عطاو رايهم فيك زادا أنا علاش أنا علاش باش نعدي تصاور باش نعدي تصاور لأنهم هما عطاو رايهم فيك لا إجا أقول لك علي أنا تعرف في فترة من فترات علاش المشاكل مع زملائك الإعلاميين باش عبش... نعطيك سر ايه؟ أنا عمري في حياتي ما كنت نتصور اني ساغادر تونس العاصمه وغادر في حياتي وغادرت تونس العاصمه هروبا من مشاكل الاعلاميين مرغما اي تقريبا مرغما لانه الحقيقه ياسر عرك ياسر كلام خايب ياسر ياسر ناس فيها برشا حق عامل كيف يا زهير يدخل منا متنجمش اسمع يكذبوا عليه اسمع يدخل منا يخرج منا والله اخترت مش نبعد ايماجين اني وصلت قلت يا تعرف كيف خليها لهم واسعه وعريضه وهاني ماشي لسوسه وفي سوسة مالو رزمو خلطو عليك يلا نبدأ بالصورة الأولى الزميل مبكر بن عكاشة ونحبك بكل لطف أيه. بكل لطف معناتها بش بش علاش أنا حطيت تصويرة الزميل مبكر بن عكاشة لا لا وأنا متأكد كي باش نحط لك تصويرته مش باش تسب ولا باش تقدح فيه لا 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 أبدا أنا ما نسب حتى أنا أعرف متربي خاطر أنت مؤخرا أيه. قلت مبكر أوتري ده من موزايك وأنا نعرف الأسباب أنا هذية نعتبرها منقول السقطة منقول السقطة نقول علاش تزرب يا زبير علاش تزرب في تصريح علاش علاش تزرب زهير مش نزرب عليه هو اللي صار هو زميلي وزميلي هو اللي صار تعرف شنو اللي صار اللي صار شنو هو اللي صار أني أنا في انترفيو في إي إف مع محمد في الدوامة محمد الخماسي قلت على خروجي أنا كيفاش قدمت استقالتي من موزايك وخرج خرج هو قال لا يكذب راه زهير طردناه من موزايك هو قالوا هذا أبو بكر هو قال ما كانوش يقولوا زاد أبو بكر هو قال طردوني قلت له يا ولدي راني استقلت قال لا والله أنا اللي قدمت استقالتي من موزايك هذا الخلاف وكبش وشد الصحيح وحكيت على حكاية أخرى وقت حكيت كيفاش وقت بن علي في الأيامات الأخرة في موزايك معناتها أنا خرجت عن 2010 بل الثورة بأيامات الحقيقة تفكر أشهر قابلت أنا وياك شربت قهوة أنا وياك وقت اللي خرجت تفكر ولا وقت اللي خرجت عليه البريود اللي جست قبلها كانوا مجمديني في قسم الأخبار كنت نمشي نحضر ونروح بوانتي نعمل ست سوايع ونروح ما نعمل شيء استقلت. لا نطلع أونتين لا حد شيء ففي الأخر اخترت أني نستقيل سيد خرج قال لا يكذب رانا طردناه من موزايك أنا في الأخر أنا متأكد لي أنا قدمت استقالتي ونعرف أنا شو واضح ثانيا حتى لو كان فرضا كلامه طردوني على الأقل أنا كي طردوني من قناة ما نرجع لهاش هو طردوه ورجع له نمشي للصورة اللي بعدها يلا الزميلة الإعلامية سماح مفتاح شبيه قالت أنك أنت تسببت في إخراجها من جو يقولوا أنك أنت سبب خروجها في جو رافام وأنت تحكم بحكامك في جو أنت خرجت معلش خرج فيها هذا اللي تقال عليه تعرفني أنت ولا أنا نعرفك بالقهوة تعرفني نجم نخرج سماح لا نجم نخرج أي شخص نعرف أنا عندي عقلية متاع فما شكون يقلقني يزمني يخرجه أنا والله العظيم قسما بالله نقعد بيت في عبدي يبدأ يخمم باش ننجح أنا يزمني نطرد الأخرين تي بالعكس أنا باش نفرض روحي كناجح يزم نجيب دمادم معايا باش نقول هاني قاد روحي في وسط الغولة هذا معناتها عمري ما تسببت في خرج واصلا انا مش مدخلني معناتها انا راهو حتى رئاسه التحرير خرج منها في جوهره في واضح الصوره ما عنديش انا سلطه على اداره جوهره باش تخرجها اللي صار وباش نعطيك زاد من الاخر اللي صار انه سامح مفتاح اعطاوها عرض في جوهره ما عجبهاش فغادرت ومشيت وحدها وحدها راه ما خرجها حتى حد انت وقت رئيس تحرير اي وقت رئيس تحرير وتعطاها برنامج يومي فاختارت انها تقدم برنامج في الويكاند في اذاعه اخرى وخروجها من جوهرة واضح الصورة الأخيرة زميل محمد بوغلاب وأنا قلت الزميل محمد بوغلاب لأنني نعتقد أنه كمان معناتها قام بالعديد من التجارب الإعلامية المثيرة للانتباه أنت مازلت على كلامك في أنه اللي يعمل فيه لا علاقة له بالإعلام هاي بالك لأنك تختلف معاه
لا ما نختلفش معه، ولكن أنا العياط متاع بوغلاب ما يروقليش، أنا الصياح والعياط والجوجماج هذاك الكل ما يروقليش. ثم أنه أنا ديما نقارن بين العبد اللي راه في الإكران والعبد اللي راه في مواقف أخرى. أنا في بلاستيك لو كان جيت لليميسيون تاعك وعديت لك تصاور وعديت لي زملائي، تعرفش نعمل أنا ولا نقول لك مستحيل باش نقدح في أي زميل ولا نعطي رأي في حتى حد ولا نعطي رأي فيه ديونتولوجيكمون. نحكي على الديونتولوجي. زملائي في بعضهم راو كي يتناقروا مع بعضهم ولا يسبوا مع بعض ولا يسبوا بعضهم ولا يعطيوا آراء في بعضهم، راو غير مقبول بالمرة. غير مقبول بالمرة، سواء كان من جانبك ولا من جانب. شوف شوف أنا هذه الحاجة تقلقني. موافقك على اللي تقول فيه علي، ولكن إذا نقول لك أنا بالنسبة لي أنا ربما ينجم يكون ديفورة، ينجم يكون حاجة سلبية، نجم تكون حاجة سلبية في أنا، ولكن أنا ممن زاد بفكرة فاقد الشيء لا يعطيه. واحد اثنين، إذا كان أنا جو مو بيرمي باش ننقد الناس الكل، علاش نجي حد حد زملائي وما ننقدهمش؟ أنا إعلامي ناقد، أنا إعلامي صحافي، نجم ننقد الإعلامي والفنان والممثل والسياسي وال 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 وال، دونك هذه كمهنتي، دونك ما فماش علاش. وزيد حاجة أخرى، راني أنا ما جرحت في حتى شخص، أنا كي قلت لا يروق لي فلان أو إكس أو إيكغريك وزيد، في الأخر يبقى موقفي. فسلك حاجة، الدنيا هذه مبنية على زوز فرضيات، يا إما فرضية علمية يا إما فرضية الذوق. واحد مع واحد يساوي اثنين، ريت الجمهور هذا الكل يطلعش الكل ويقول لك لا غلط، راهو اثنين، واحد مع واحد يساوي اثنين. حاجة أخرى، فما الذوق، نجي أنا نقول زهير الجيس اليوم محلاهم كاستم مديق الكذا، البنية هذيك تقول قعر لا قدر الله، والله لا هي غلطة ولا أنا غلطة، لا هي صحيحة ولا أنا صحيحة، هذا موقف ذوق، مبروك عليها ذوقها ومبروك عليها ذوقها. زهير، من خلال برامجك، من خلال برامجك السياسية، برنامجك السياسي على جوهرة فام، حسيت أنك تتموقع. بمعنى؟ منحاز، فما انحياز. لل. انحياز؟ إي. يا سيدي تعرف كيفاش؟ استنى لا قبل ما تكمل سؤالك، والله العظيم واش قولها للكاميرا. أقسم بالله العظيم ورحمة بابا أنا منحاز. منحاز لشنو؟ للشعب التونسي ولتونس فقط. بشوية عاد. يتهمك البعض أنك منحاز لمنظومة 25 جويلية ومنظومة الرئيس قيس سعيد، يتقال هذا؟ يتقال. أي هذا صحيح وإلا لا؟ أنت مع به نقول كلمتين صحاح في الموضوع. أي سيدي، يا سيدي أنا منحاز لماذا مرة أخرى للشعب التونسي. أي. شكون خرج 25 جويلية في الشارع؟ قيس سعيد. الشعب التونسي. الشعب التونسي. إذن أنت منحاز للرئيس قيس سعيد. لحظة 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 خلينا نكمل. أنا 26 جويلية 2021 خرجت في اللونتين في بوليتيكا وقلت بالحرف الواحد وهبش نعاودها اليوم، رغم اللي بارشة واللي تخايفة ومرعوبة وقالوا قيس سعيد ديكتاتور ويحط في الناس في الحبس ولا عاش، نعاود نقولها لك سيدي الرئيس قيس سعيد. نهار 26 جويلية 2021 خرجت في بوليتيكا لو سول، وقت اللي الناس الكل عاملين جو وفرحانين وقالوا الحمد لله طير علينا الجماعة هذوما، صحيح ولا لا؟ صحيح. أنا خرجت قلت له سيد الرئيس نفس الشعب، خرجوا نهار 7 نوفمبر صفقوا لبن علي، نفس الشعب خرجوا للنهضة وصفقوا لهم كتار بن علي، صفقوا للنداء كتارة النهضة، اليوم يصفقوا لك، راهي اليد اللي تصفق سيد الرئيس هي بيدها اللي تعطي كف، ورد بالك واعرف ايش باش تعمل بعد 25 جويلية. واضح واضح، أنا حي فيك الموقف هذا لأنك واضح. شوف من الصعب راه على صحفي يمتهن البرامج السياسيه، لا علاش يقول لك منحاز وانا نجيب في كل الاطراف؟ فما حاجه لازم تعرف عليه، خلي الراي العام يعرف. انت جبت خنار جبت خنار، اقسم بالله اليوم بعد 25 جويلية وبعد المده هذه الكل في الظل الوضع هذا، كتكلم الجماعه اللي كانوا يبقبقوا قبل وجودي بيان يبقبقوا في السياسه وهما زعما لاعبين معارضين لقيس سعيد، تقول له اجي يقول لك اختني سايب عليه كيما لا باش مناضل يا معلم، مناضل باش مناضل وقت اللي كان الكلام سهل، تنضال وقت اللي توا زعما ما وقالوا يحط في ايش ناضل ماك معارض، هاني نستلع فيها انا المعارض. فما كعبتين وكعبه قاعدوا يخرجوا، كعبتين وكعبه، الباقي كلها اما مع 25 جويلية اما اللي قطع والا شد دويرته قالك فك عليا وقتاني. هل يحتاج هذا هم السياسه اللي كشفهم 25 جويلية كاعلام ومتمرس في البرامج السياسيه؟ باش نسالك سؤال دقيق جدا جدا وانت تعرف مقصد ومغزى كلامي. هل مطالب الإعلام في الظرف السياسي الحالي في تونس ببرامجه السياسية بالإلكترونيكور متاعه بمنشطيه بكذا أنهم ينحازوا إلى
ها ما يسمى بالمسار الثوري للرئيس قيس سعيد. يودي ما نحسش للمسار الثوري. نحكي لك. ما قلتش انا راني منحاز للمسار الثوري. يا ودي في فيها عيب انحاز. انا قلت كان منحاز كل منحاز. كان مش منحاز ولا تونس. انا منحاز فقط مانيش منحاز. يا سيدي تعرف كيفاش؟ يا سيد الرئيس يا قيس سعيد راني مانيش متاعك. ملخ. راني مانيش متاعك. كان ماشي في باله متاعه. يا سيدي راني نقول له انا ليه هو وللناس الكل راني مانيش تاع قيس سعيد. انا نتاع تونس. لاني تاع قيس سعيد ولاني نتاع النهضه ولاني نتاع النداء ولاني نتاع حتى حد. انا نتاع تونس واللي يؤمن به واللي يمشي لتونس لا اكثر ولا اقل. ماكش باش تدخل الحبس راك كي تقول الكلام. يا ودي علاش باش ندخل الحبس؟ من حقي باش نكون انا فقط تونسي اعلامي حاول له ماكسيموم اني باش نكون موضوعي محايد رغم اني ما نمنش برشا الحقيقه بما يعرف بالموضوعي لانه مش سهل. شوف فما حاجات يزمك تاخذ فيها موقف والا باش تكون اعلامي سلبي كيف كيما الاخرين. انت كي يجيك مثلا مساله تاع ارهاب نجم تكون محايد وموضوعي؟ لا ابدا. نخرج على الحياد. نجم خويا تعيط الارهابي وعملوها بعض الاعلاميين مالوريزمون تعيط الارهابي في البلاتو باش يبرر علاش عمل عمليه الارهابيه؟ نجم تعيط الارهابي باش يفسر شنو اللي قاعد يصير وشنو وجهه النظر؟ وقتها تولي لا انحياز. وقتها فما انحياز حاجه واحده اسمها الوطن. وانا مع الوطن ما نساومش. شوف على شابي انا راه اقسم بالله ورحمة بابا اللي شويني على الاخر راهي تعرضت عليها فلوس ما هي فلوس باش نتبع هذا وهذا ومن هنا ومن هنا وعلى اليمين وعلى اليسار وما تبعت حتى حد. وهذاك علاش لليوم نتحارب في بالك الاعلامي اللي ما ينحازش. ورغم اني ناكد انه راهو برشا اعلاميين منحازين تحت الطاوله اي وجود ويقبضوا زاد على الانحياز نتاعهم. انا بالنسبه لي انا الاعلامي اللي مش منحاز ما عندوش ظهر. واش معناه ما عندوش ظهر؟ معناتها هذو يكرهوك وهذا يكرهوك. لأنه في السياسة وكي تدخل دومين السياسة بالنسبة للسلطة يقول لك هذا متاعنا وكانك مش متاعنا راك متاع الأخرين. ما فماش متاعنا ومتاع الأخرين. أنا متاع تونس وفهموها ينفو بورتوت. أصعب حوار عملته في حياتك كان حوارات كان حوار مسيري مصيري في مسيرتك ولا قد تكون الصحفي الوحيد اللي عمل حوار بطبيعة الحال مع الشاب التونسي المحكوم بالإعدام في قطر فخر إلى التونسي ليلة إعدام. كان حوار صعيب برشا. ما تتصور أنت كلمك شاب تونسي ما تفهمش كيفاش جاب تليفونك ويقول لك يا زهير أنا فلان الفلاني فخري الأندلسي توا موجود في الزنزانة جابوا لي سجادة وكتاب قرآن وتليفون باش نكلم المالية ونودعهم غدوة صباح 5 تاع الصباح ينفذ فيها حكم الإعدام. شو تنجم تعمل؟ شو تنجم تعمل؟ أنا اللي عملته إنه قتله تعرف كيفاش؟ هاو باش نعاود نطلبك أنا تو على أساس إني أنا واحد من العائلة. على نفس الرقم اللي طلبتني وطلعت ديريكت طلبته من استوديو. قتله يا فخري راني باش نسجل. أما ما نوعدكش نعدي. لأنه فما كيما قلت لك قبيلة طرف في الروايه يقول انه فخري الاندلسي ارهابي في قطر على اساس انه قتل ضابط في الجيش القطري جيش ضابط سوداني مجنس قطري وقتله. وعملت معاه الحوار. بعد ما سمعت الحوار خفت انه الراجل يتعدم وقلت كان يتعدم ويطلع بريء فعلا باش تكون لي حاجه تقتلني يوميا ضميري مش باش يرتاح. أقسم بالله والله يا ناس إدارتنا في جوهر فين ما تعرفش فحوى الحوار. المدير سي علي يعرف اللي فما الحوار كهو يقول لي شيء يقول له سي علي لا أنت ولا جوهرة ولا إدارة التحرير ولا حد باش يقرر الحوار باش يتعدى ولا أنا سمعته أنا اللي عملته الحوار أنا نقرر نعديه ولا. وفي الأخر خذيت قرار وعديته ومنعنا الرجل من الاعدام وان شاء الله ربي يفرج عليه لانه توا مازال موقوف في السجن القطري في انتظار استكمال المفاوضات. ايوه تقابلت انت والباشي قايد السبسي في اكثر من مناسبه طبعا بدعوه خاصه ولا في لقاء مع الصحفي؟ في مجموعه من الدعوات استدعوا مجموعه من الاعلاميين من بينهم انا وكنت حاضر في القصر وقابلته طبعا في حوار خاص وقت اللي كان مرشح في الانتخابات الرئاسية الثانية وقابلته زاد في إكسبريس اف ام كيف كيف جاء وقت هذيف وقت اللي كان نشط سياسي وقابلته هو رئيس حكومة قابلته برشا الباجي الحقيقة. مشاهد ما تمحيش من بالك
مشيت لسوريا. ايه. ومشيت للعراق زيدا. مشيت للعراق. مشيت للعراق في طار عام. شو اللي ما نسيتوش؟ شو الصور اللي ما نسيتهاش؟ قاعد فرسخة في ذاكرتك. برشا. شنو؟ برشا تصور، برشا دم، برشا تبشيرات، برشا. أنا منعت من الموت أكثر من مرة. قبل ترهيبيين. لا أنا أنا معناتها أنا وصلت شفت الموت بعيني. ولكن في الأخر ما متش. هذاك اللي مخليني اليوم نعرف اللي الموت عمر. علاش ما فما حكاية صارت؟ وثقت الزيارات هذه ولا ما وثقتهاش؟ فما حكاية صارت في سوريا. أيه. عليه. أنا كي مشيت لسوريا قلت لأمي ماشي للبنان. خاطر أمي كان نقول لها ماشي لسوريا تحلف عليا. وأنا كان أمي حلفت امبوسيبل باش نمشي. دونك كذبت عليها قلت لها ماشي للبنان. فسمعت من بعد في الأخبار وشافت في الأخبار وتقلبت الدنيا في دارنا وأمي تبكي وكذا وماشي للحرب وكذا. تعرف شنو اللي صار عليه؟ ثلاثة أيام قبل ما نروح ولد عمي أصغر مني تقريبا بعشر سنين يسري الجيس الله يرحمه أي. في دارهم لبس عليه خذاله واج عمل أكسيدون توفى. وأنا روحت حضرت الفرق متاع ولد عمي من الحرب من القنابل. دونك في الأخر أمنت اللي العمر بيضرب اللي في دارهم بالفعل ولبس عليه وكذا توفى الله يرحمه. وانا من قلب القنابل انا راني عندي فيلم وثائقي نحضر فيه وعندي صور ان شاء الله تكون اي على الاقل تقوم بعمليه توثيقيه. راي عمليه تفجيريه صارت بحذيه مع تسقيه في الدم وما قصيتش تصوير. معناتها شوف فما حاجه كي تدخل في الاتموسفير بتاع الحرب وتعيش الحرب راو تنسى الحياه تنسى الحياه وتدخل في اتموسفير واحد اخر. لانه الحياه ما عادش تخمم الحياه في مقابل العدم يا زويل. الحياه في مقابل العدم انت يقف فيها الزمن. نحكي لك نكته. انا اول ما وصلت لسوريا ودائرة هذه ممكن تعلموها برشا ناس كان ماشيين بلاصه فيها حرب. اول وصلت لسوريا ياسر خايف يا اخي مش نكذب كيما الناس الكل خايف لانه بلاد اول ما دخلت الدخان طالع والقنابل والقصف وكذا الضوء قصه تمومون لاسانسور تنجم تحل فيه الى اخره من التفاصيل. ف دوب ما وصلت على الاوتيل قالوا لي باش نخرجوا نتعشاو لبرا. قلت لهم يا اخي فما رستورونات قالوا لي ايه دمشق لاباس وكذا. ايه دمشق عايشين وخرجنا نتعشاو لبرا ناس شيخه وسهرانين وارجيله وعباد تتعشى وكاكاكي كاكاكا وكذا جو امبيونس عادي فهمت وتسمع كمبو. انا نترعد الكل وهم ما على بالهمش ما على بالهمش بعد شوف الغريب بعد تسمع بك على بك خويا انبطاح اللي تخبل لي شنو هذا. قلت يا اخي ناس مهبله ولا بك صغيره الناس وبوف هكا ما على بالهمش. مرة الأولى عديتها الثانية الثالثة عيط خاطر معقرت كور معناتها فهمت. عيط له قلت فسر لي شنو اللي قاعد يصير ايش بهم وقت الضربة الصحيح ما على بالهمش معناتها يسمعوا حس خفيف. قال لي شوف يا ابني راوك البوم هذيك القوية هذيك المدفعية نتاعنا تضرب على البعيد البكرة المدفعية الأخرى تنجمش عليها وين تطيح. وقتها تعلمت وقتاش يلزمني نخاف ووقتاش ما نخافش. واضح زهير فرحان برشا أنك كنت ضيفي اليوم في برنامج كلام الليل. يعيش سعيد جدا. علاء كان باش نختموا نحب نقول حاجه. قل لي بيان سور. في حق الاعلاميين قل لي مش النجوم في حق الناس اللي على التيران. علاء فما حاجه يلزمها تتقلل الراي. قول تفضل تفضل. قداش يخلصوا لي جورناليست اللي يخرجوا سير التيران؟ فانا كل تلفزه وكيفاش؟ 400 مليون مليون و400 شنو مليون يز يا راجل؟ باهي يز يا راجل كلام هذا 400 600 دينار. لا لا شكون اللي يجيب المعلومه؟ شكون اللي يجيب المعلومه؟ الصحفي طبعا. شكون اللي يمشي في المطر؟ الصحفي. شكون اللي يتمرمد في الكيران؟ الصحفي. شكون اللي تحت الشمس؟ شكون كذا؟ بربي صفقوا على هذوك خاطر هذوك هم الاعلاميين الحقانيين. وحاجه واحده يا مواطنين يا مشاهدين يا اللي قاعدين تبعوا فينا راهو كي تسبوا الاعلام راكم تسبوا في ناس قاعده تتمرمد. الاعلام ماهوش على الشابي وزهير الجيس وحمزه وسمير وابو بكر. احنا الفترين احنا الوين حييهم الكل. احنا فترين احنا فترين الاعلام. فما ناس شاقيه على الاخر فما ناس في ريجي فما ناس ورا ضو فما ناس ورا. والوضعيه الاقتصاديه اليوم صعيبه على الاخر فما ناس مرمده برشا. بربي ما عادش تسبوا برشا الاعلام قبل ما تعرفوا حاله الاعلام وين وصلت. وما عادش تقارونا بدول واحد اخرى. اللي راهو الاعلام يمدوا له الكاميرا وحده ويمدوا له الكاشي وحده والخرجه خالصه وكذا. دونك راهو فما فرق كبير وتحيه للجنود الخفيف في الاعلام. تحيه كبيره لزميلي وصديقي وعشيري وخويا زهير الجيس. لنا عوده يا زهير ونأكد لك بعد اللقاء هذا بالذات. اسمعني اسمعني بعد اللقاء هذا بالذات وتفكر كلامي مليح مليح مليح. لنا عوده مره اخرى. انا نوعدك ان شاء الله على قريب انت زاده باش تكون ضيفي في برنامج من البرامج ان شاء الله. شكرا لك يا زميلي زهير الجيس. ميرسي.
مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل الإشهاري. طب مرحبا بك ضياء صاحب منحل ترقيق. مرحبا بك سيدي. عايشك بيك يا علي. حكينا على المنحلة وحكينا على البرودوي، خلينا نشوفوا شنو جديد. احنا شركة تونسية مختصة في إنتاج العسل ومشتقات العسل. الشركة ذي موجودة من قديم الزمان وعنا توا برسك عام موجودين سور لي ريزو سوسيو. سور لي ريزو سوسيو ماشي البيعان سافا. اي الحمد لله ما شاء الله. توا عنا معناها الكليونات اللي ياخذوا من عنا العولة نتاعهم معناها نتاع العام يكلمونا. يعني تونس عسل. اي يعاون ما شاء الله. اي اي اكثريه التوانسه توا اللي ياخذوا بالعوله خاطر كي ياخذ العوله نتاعو نقصوا له معناها في السوم وكل شيء. وفما عباد يحبوا ياخذوا بالجرو زاد نبيعوا بالجرو دونك. اي والبرومو يخدموا زاد يمشيوا. اي بيان سور. اي دونك الناس اليوم ولات تهتم بحكايه الخلطات. شو الخلطات المهمه اللي عندكم؟ باهي احسن خلطات اللي هما توا موجودين اللي هما خلطات المناعه والطاقه. وفما شو اللي يتحط فيهم مثلا؟ نحب نفصل معاك هذا سي تري امبورطون. خلطه المناعه والطاقه اسكو عسل مخلط بشنو؟ هما دي برودوي تنتجهم النحله في وسط بيت العسل. يعطيك الصحة. هي دو باز الحاجات هذوما تحمي بهم روحها. بالضبط. شنو نعملوا نحن؟ نخرجوهم من بيت النحل ونخلطوهم مع العسل باش احنا نحميو بهم روحها. بالضبط اللي تحمي به النحله روحها، يحمي به الانسان المستهلك روحه، هذا لازم نبينوه. ايه بيان سور. واللي هي خلطة الجبح مثلا معمولة بعسل الجبح الميل سوفاج مخلطة بالعكبر حبوب اللقاح وغذاء الملكة. هذوما الكل معناها الحاجات اللي كنا نحكيو عليهم اللي هي تحمي بهم روحها. اكزومبل العكبر هو مضاد حيوي طبيعي كونتر الأمراض الخبيثة، معناها ديجا هو يمنع ظهور الأمراض الخبيثة وقدرة ربي يداويها معناها. وزاد الخلطة هذية مختصة في زيادة الخصوبة بالنسبة للرجل والمرأة. هذية خلطة الجبح وخلطة المناعة والطاقة فيها العكبر حبوب اللقاح وغذاء الملكة، أما معمولة بعسل السدر مش بعسل الجبح. عسل عسل السدر فوالا. عسل السدر هو معناها من نبتة السدر، معناها نبتة السدر معناها ما ذكرها ربي في القرآن سدرة المنتهى. سدرة المنتهى أي أذين معناها نحل يرعى فيها ويخرج لنا عسل السدر باهي برشا للمناعة. العسل هذا وعندنا الخلطة الأخرى اللي هي خلطة التسمين، نعرفوا معناها اللي برشا فما يحبوا يهزوا صحتهم تلقاه مثلا ناقص في الميزان يحب ياكل حاجة باش تعاونه باش يهز صحته. الخلطة هذايا فيها عسل السدر مخلطة بالفاكهة وحبوب اللقاح وغذاء الملكة، هذا بقدرة ربي ياخذها معناها ينجم تحلو في الشاهية وتزيدوا في وتزيدوا في الميزان باعتبار مواد سكرية. السكر اللي ترو كالوريك فيه بوكو كالوري مع الخلطات اللي عندكم حاجات طبيعية دونك ينجم يهدي الصحة. جست حاجة باش ننصح العباد، راهو كي فما برشا عباد ديابيتيك عندهم السكر فما أنواع معينة ينجموا معناها ياخذوا سكر، مش الأنواع الكل ينجموا ياخذوها. شو هما الأنواع اللي ينجموا ياخذوها؟ باهي الميل سوفاج عسل الجبح. عسل الجبح هذا راهو نحل ماهوش مربي في وسط البيوت، يبدا في وسط جبح معناها في وسط الجر ولا في وسط سونز أوكين انترفونسيون منا نحن. فوالا يجي ميل بيو 100% وإلا عسل الخلنج. زوز أنواع هذوما ننصحوا بهم العباد اللي عندهم السكر. اللي عندهم السكر ما يطلعش نسبة السكر في الدم. اي خاطر فيهم أقل نسبة سكر طبيعي في العسل. أنا نحب نشري. اي كيفاش اولا كيفاش نتصل بكم؟ هما الارقام موجودين. شو ما لي زوفر كيفاش تجبدني انا باش ناخذ من عندك والليفريزون كيفاش تتم؟ عملنا اوفر سبيسيال البرنامج كلام الليل. اي جيناكم اوفر سبيسيال اللي هو اي كليون كي ياخذ 3 كيلو نقصوا له في السوم ونزيد نعطيوه معنا رطل يختاره هو على كيفه. من اي نوع؟ جراتيو من اي نوع. عن عسل السدر وزعتر وكالاتوس والجبلي والسدر والخلنج والميل سوفاج. كي ياخذ 3 كيلو نقصوا له في السوم وزيد نعطيوه رطل جراتوي معناها 700 غرام جراتوي ومعها التوصيل بلاش معناها في اي كامل تراب الجمهوريه. يعطيك الصحه كذا التوصيل هذا يوفر كلام الليل نسميه عسل كلام الليل. اي كلام الليل مدهون بالعسل. اي ندلك ليوناتنا العزاز. شكرا لك. تحب تزيد حاجه؟ عايشك. جوست باش نقول معناها للكليونات ديما يثبتوا ما ياخذوش من البلايص الكل، احنا موجودين معناها عندنا التحاليل نتاعنا معناها العسل المخبريه والبيولوجيه بالطبيعه. الطريقه الوحيده اللي باش تعرف بها العسل الحر ولا لا بالضبط موجودين معناها تشوفوا يدخلوا للباج نتاعنا على الفيسبوك ولا في الانستغرام مهبطين التحاليل نتاعنا
وباش يلقاو كل شيء بالتحليل يلزم تكون نسبة السكر في العسل أقل من 5%. أقل من 5%. العسل نتاعنا فيه 1.82 معناها مطابق للمعايير الدولية. نلقى فيه 10 معناتها مغشوش. لا لا. نحكي على العسل المغشوش. لا ما نوصلوهمش هذوكم بقدرة ربي. بالضبط. يا سيدي مرحبا بك. عايش حالك. نشجعوك كبروموتور. لا في خطر جون وعنده منحلة ويشد صحيح في مشروع فلاحي كيما هكا. أي. فريمون شابو با. يعطيك الصحة. عايشك يا علي. عايشك يا بو. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. تعملهم الكل وتنجح. اي تعملهم الكل. ريت قبل هيك قلت سبع صنايع والناس يقولوا البخت ضايع. اما معي شريف سبع صنايع والبخت موجود. خاطر جو كخوا مزهره ايمان. لا
خدامة عليه. عليه زهري زهري يجيك زهر مرة يجيك في فيشكة يجيك تمريحة وتشرف قهوة عربي مرة فيشكة. أما وانت راقد تقول زهر زهر لا تخدم تلقى. أنا جو سوي كونتر اللي يقول لك الفن ما فيش مستقبل. الفن فيه برشا مستقبل. كون تو كخوا أن تون آر إي أن سكو تو آ في مخك وفي قلبك وتمن بيه تنجح. فما حاجة قاعدة تحضر مع غالي إيطاليا. أنا العصفورة قالت لي وحرقت لك الفيلم. كل منشط عنده سكوبيت ورا ويجي نقول لك. كل منشط وعنده سكوبيت. فما منشط عنده سكوبيت يعرك فنان بفنان. وفضي حبقي ليك. فما منشط تلمو اسئلته بايخه ما يعرفش يعمل يوم كومبوزيسيون تاع حوار تلفزيون عند الناس. وفما منشط يجيب اخبار يبربش. كي نقول منشط انا ورايا ناس تخدم زاد عندي فريق كامل أنا يخدم ويحضر. تحيه لي. انا غالي قابلته في حفله خاصه وانا نغني تلفتنا لقاه طلع لي سور سين. غالي. غالي طلع لي سور سين ويصفق لي ويعمل لي هكا وقال لي انا نحبك ونحب غنايتك. دونك وفما شكون صور وبعث لي بعد التصويره كي شفتوا ديرنييرمون كيفاش عمل في سان ريمو معناتها برافيسيمو غالي تو سي اون فيرو ارتيستو تونسينو اي فيير داتر تونيزيان وهذاك اكثر حاجه يحبوك عليها الناس اللي عملته مش بالساهل كلمتك على فلسطين ماهيش ساهله لو بيرسوناج خوك اللي معاك قداش عجب العباد دونك انا يشرفني بيان سور اني نكون معاك في غنايه يشرفني انه نحطوا اليد في اليد باش نخرجوا الغنايه التونسيه للانترناسيونال واي نوت انت غالي وانا غاليه زاده والموسيقى تلم ما فماش هذا راب ولا هذا بوب ولا هذا الفن يلم بعضه مغروره ان شاء الله مغروره مغرومه مش مغروره مغروره انت مغرومه مقربعه في مخك ياسر الى حد وين يعني ما فماش حدود تحكي بجدك ولا tu peux faire du n'importe quoi لا قلت لي ما فماش حدود لا مش n'importe quoi beaucoup de choses باسكو عندي خيال واسع عندك وين شبكه في مخي متوسعه ايمان وين تحب توصل وين ماشيه وين شيرتك وين ذاهبه نتبع في احساسي وين يهزك اي حاجه بنينه وفيها نغمه وايقاع كومباتيبل معايا انا متاكد ايمان الشريف ماهيش هذيا ماكش انت راه هاو شو نقول لك علاش انا متوقع منك أنا. متوقع منك انك تكون في شكل اخر مغاير وفي تجربه فنيه اخرى مغايره على اللي شفناها مش شفتني هذه ريت انا نعرفك انا راني خوك ونعرف وانا نفرح ونتشرف نعم. بيك نعم. و... نعم. و... ولافونيغ باش يوري البرشا ما نحبش نتكلم باش يوري البرشا عبيد وفما برشا عبيد وفنانين قالوا حاجات هكا ما نتغشش عليهم خاطر نعرف نهار باش يبدوا تصاوري وباش يحطوا يعلقوها ويقولوا احنا كنا قبل نعرفوا هذيك الفنانه العالميه ايمان شريف ايمان ماجي دي كونترا توا قاعدين قاعدين نقراو فيهم وكل معنا البرودكسيون انترناسيونال والاسوسياسيون ايطاليان دي كونترا يخليوا لا شير دو بول معناتها نقول انا هكاك وي انا هكاك انا نحس وتبعت احساسي واي انسان يتبع احساسه ينجح كي تشوف السكسس ستوري في العالم كي تشوف شارل ازنافور كيفاش كان اس دي اف الله يرحمه كيفاش كان ارمانيان هو وتعذب وعاش تشوف سيلين ديون القصه نتاعها تشوف داليدا الستوري نتاعها تشوف الفنانين اللي بقى اديت بياف تشوف ما فهم كل قصه وراها غصه وراها غصه وديبيند سا ديبون كل واحد وكيفاش يوظف وجيعته حقروك قبل عمره ما حد حقرني ما لا حقرك انت سوزيستيمي قيمك تقييم ماش كيفاش توصل ما عندك وين توصل تعرف انك كيفاش نقراها نقراها عبدي رفيا نقضي من غراند سيرفاس باش نطيب حاجه ما هو شافني نقضي خرمه ساشيات ودرش هو شاف الباك ستيج هو شاف اللابو نتاعي انا اللي عملته قبل الديفا والديفو هو اللابوراتوار نتاعي هو البرويون ريت اللي شفتوه الكل يا ناس هذاك الكل البرويون الصحيح بقى الله اعلم الصحيح هو باش يبدا مع سبيكتاكل انا تعرفت عليك عام 2004 في زينيت في قاعه زينيت في باريس في سبيكتاكل والله نشوف بالصدفه معنا كادريم نحييه ومعنا فاطمه بوسيحه الله يرحمها تعرفت معايا في حنا بعل 2005 بدايتك الاولى تتفكرها في 2005 كل التفاصيل جيتي سيور انه ايمان الشريف تجربتها الفنيه باش تنضج في يوم ما وهاو بعد 20 سنه
نتقابلوا. في ختام هذا اللقاء إيمان، فما حاجة قلقتك الساعة؟ قلقتني خاطر المونجيلا نتاعكم وقتها يجري برشا، تعدت لي ميسيون فيها برشا ايموسيون، فيها برشا سنسيبيليتي، فيها برشا صدق. جو سوي ايمو على بالصبر اللي في الجمهور، يعطيهم الف صحه والله. بالانرجي واللي شوشوا فيهم، اللي شوشوا اللي شوشوا بالانرجي اللي شوشوا بالانرجي نتاع ليكيب نتاع سفيان السيالة، بالريجي كيفاش صامدين بك انت على بريهام، ربي يفضلها الاولاد الكل، اميمه اشرف الكل، الاولاد الكل كل حق. نحب صدق دغي، ما تنسى نحب نقول حاجه، تنسى صدق دغي، نحب نقول حاجه، راهي تشنا ليلتنا اليوم هاني مشاوني يا جماعه اللي تتفرجوا فيا، راهو سي فغي نغني والفرقه وكل، اما راهو لا ميزون سين واللوميير والاخراج ماهوش اي حد ينجم يحط قدامه. صدق دغيم هو فنان كبير. انا كان نهار باش نعمل ايميسيون، انا كان نهار باش نعمل ايميسيون في تونس باش يخرجها. اسمع على ذكر الضوء، نسيت لاسعد راك باش يخرجها اسامه في الصون. اوه كيفاش نسمي راني؟ تحيه لصدق دغيم، للفيديو وللديكور وللاداره والجماعه. تحية للدي او بي، تحية للاسيستون، ملا اعداد اشرف، ملا فوتوغراف، ملا كاميرامان، ملا بروميير اسيستون، باللي موان دو بون، ملا شكون هذاك؟ شكون؟ سفيان السيالة. وسفيان لاعب سفيان السيالة كي كابو عاد هذاك. اسمع شو انك خلينا نشكروا رواحنا على الاقل، عاد ما يشكروناش. اي نشكروا رواحنا. لا لا لا، كي تشكر روحك تعطي لروحك قيمة أكثر وإنرجي بوزيتيف. كي تقول أنا أي كان، أنا محلاني، أنا كي غنيت على راسي ريشة وأول مرة في تاريخ الكتابات العربية تتقال كلمة نحبني، ديما يقولوا نحب روحي نحب نفسي، أنا نحبني ونحب اللي يحبه واللي يحب روحه. واضح. نحب نعمل غوميرسيمون. عندك ليستة، خرج هاك الليستة بالورقة اقراها مثال. يعطيني هاك الليستة يا ولدي، يعطيني يعطيني. تعايا كبيرة لي مثال. يعيشك حبيبي. ادخل ادخل ادخل. محمود ديجا. ديجا محمود. أول واحد باش نعمل له غوميرسيمون اللي ديما عاملة فيه. تبارك الله عليه الأولاد هذا يصفقوا عليه بكدا. بقلوتي. بقلوتي يعطيك الصحة. بقلوتي هو سي مون اسيستون، سي مون مانجر، سي مون فرير. الليستة نتاعك شفيها. ألوغ نحب نقول كريم الساحلي ميرسي على الثقه اللي عطيتها لي، وان شاء الله يا رب يقدرني باش نكون عند حسن ظنك انت وكل الاكيب نتاع الجمعيه. اسوسياسيون سبيتاكولو كولتورا تونسيا ايطاليا. حنان الغنجة ميرسي انفينيمون ما شيري على هالكرياسيون الحلوين اللي عملتهم، ضواو البلاتو يعطيك الف صحه. رونزا عطيت الله الشعر وليلوك الكل يهبل، سورتو داليدا، اش قولك في الشعر نتاع داليدا؟ مانيفيك. نحب نشكر حاتم جيزاني ونقول له يا حاتم ازرب في الكتيبه، رانا لازمنا نمشيو نصبوا الدوسيي. نحب نشكر برشا الناس اللي قاعدين يطلبوا فيا من وزاره الثقافه ويقولوا لي ايمان حبوا نعطيوك كارتاج، يا ايمان لازمك تعمل كارتاج السنه. ان شاء الله نجم نخلط ونحضر على البرايف وكل شيء. مهدي ارتوام، سيلم هف، اوكسجين اللي لاهين بالالور نتاعي، اسفيت اللي هما لاهين كيف كيف بالبو نتاعي ودنيتي الكل. نحب نقول اللي انا باش نكون موجوده في كندا في مونريال في شهر افريل، حفله تهبل في فيستيفال لي نوي دو كارتاج ا مونريال. ميرسي بوكو احمد، احمد محليك وقداش تحب تونس وقداش حارس على الديتاي. احمد عيساوي بيان سور. مازالت طويله الليست. جي اس ام جيت ديما تليفوني مدقدقتو هكا في القاعه ونعمل الكل، يقدوا لي في اموري الكل. كل انسان اضاف لي في حياتي، نحب نرمي بوسه لولدي لامي لبابا لخواتي، للي قال فيا كلمه خايبه، للي قال فيا كلمه بايه، ونحب نقول للبارتنير نتاعي اي لاف يو سو ماتش. تحيه كبيره للفنانه ايمان الشريف، ميرسي بوكو ايمان على الحضور معنا. تحيه كبيره للديفا ايمان الشريف. هكذا نصل مشاهدينا الكرام الى نهايه هذا العدد من برنامج كلام ماهوش مدهون بالزبده. نحب نشكر شكر خاص فرقه سفيان السيالة، برويفانت، فوتوفان، سي محشيشه ميرسي بوكو، الين كونفور ميرسي بوكو، كريستاليكس ميرسي بوكو، موستاش ميرسي بوكو ايضا، جوزيف كواف، لاك دو، وجردن كارتاج ميرسي بوكو،
داون تاون. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. إلى أن نلتقي، إلى أن نلتقي إن شاء الله في شهر رمضان المعظم. برنامج كلام الليل يتواصل على الشبكة البرامجية لقناة تونس. إلى اللقاء، على خير. Hola, hombre. Le 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 فرش حس كلامي وفني، هذه الدنيا شخبان.